happier. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا منى. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. الشتاء بيحب الدفى، والشتاء بيحب ان احنا نشرب مشروبات. المشروبات دي اي حاجه بتتحط في كوبايه او في مج او حتى في بوله نقدر نحسبها مشروبات، ابتداء من الشاي والقهوة والجنزبيل والسحلبوة مرورا بالشربات المختلفة وشربة العدس. نقدر نحطها مشروبات؟ يا سلام يا ريت. مش عارفة ليه ما بننزلش الشغل في ايدنا مج شربة عدس. والله يا جماعة السوريين بيعملوا حاجة لطيفة جدا لما تروحي لهم، بيعملوا لك دايما لما تروحي مطاعمهم يقول لك واجب ضيافة، فينزل لك شوية شوربة عدس كده. الله. اه والله العظيم. الله. بالذات في الشتاء بقى بيبقوا فظيع، وخصوصا لو معاه العيش المحمر بتاعه. الله الله. في الشتاء يا جماعه كلنا بنتعب فعلا، لان احنا يعني زي ما بيقولوا كده ايه بالمصري بنرصرص من التلج، فبنحتاج حاجه تدفينا تمشي في الاوعيه الدمويه بتاعتنا تعيد لينا الحيويه، تعيد لينا النشاط، تعيد للجسم كله ايه زي ما بيقولوا كده المفاصل، الدم يجري في المفاصل. السخونه بتاعه المشروب الساخن بتمشي في الجسم، بتخلي الدم السيركيليشن بتاعه الدم تمشي اكتر، فالجسم بيحرق فبيطلع طاقه علشان يتدفى، فاحنا بنحس بالتبعيه بالدفى. صحيح. فده فعلا بيحصل. ده حقيقي ده حقيقي. بتشرب ايه؟ بتحب تشرب ايه؟ ايه مشروبك المفضل في الشتاء؟ ده الموضوع او ده السؤال اللي هنتكلم معاكم فيه النهارده. كل واحد يقول لنا بيحب يشرب ايه. انت بتحب تشرب ايه يا مصطفى؟ الزنجبيل. يا مصطفى انا اللي بحب اشرب الجنزبيل، وانت عارف والمج بتاعي فيه جنزبيل بالليمون. ايه ده؟ وكان مزاجه زنجبيل. عايز اقول لك حاجه، اتفقنا ده في صالح المشاهد، لان الزنجبيل او بالمصري زي ما بيقولوا عليه الجنزبيل، وطبعا ده اللفظ المحرف، هو اللفظ الاصح لغويا هو الزنجبيل. لسه هو يعني كنت بدور عن معلومات عن الجنزبيل. بيقول لك 10 10 قولي قولي طبعا بيظبط ضغط الدم كويس جدا علشان الفيروسات والوقايه يعني من الفيروسات. ايه تاني قول انت؟ طبعا ده بيقول لك مكافحه نزلات البرد، له تاريخ طويل في الاستخدام بمختلف اشكاله في الطب التقليدي. انت عارفه الصينيين عندهم ادويه غريبه جدا. انا سافرت الصين، يعني حتى لما تروح للصيدليه يقول لك ويسترن ميديسن ولا تشاينيز ميديسن. اوكي. يعني عايز حاجه علاج غربي ولا علاج صيني. وهم هناك كمان المدرسه الصينيه بشكل عام مختلفه تماما عن المدرسه الغربيه في العلاج او في الصيدله عموما. فهم ليهم حاجات وصفات. استخدامهم للاعشاب بشكل عام يا منى غيرنا خالص، يعني هما بيستخدموا الاعشاب بشكل مستمر وطويل. فمن ضمن الحاجات اللي بيستخدموها الزنجبيل. الزنجبيل بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في الحاجات كلها. شايفه بصي انا بص لقيت لك 10 فوائد صحيه. الجنزبيل كان موجود في المطبخ الصيني بشده، يعني هتلاقي من التوابل الصينيه اللي بتتحط على الاكل الجنزبيل بيستخدم في الاكل وبشده. ده حقيقي جدا. هو اهم حاجه ان هو بيساعد على وصول الدم للاطراف. يعني لو بصيتي للفايده الطبيه الحقيقيه بيقول لك ان هو اللي بيمشي في الاوعيه الدمويه، ودي اهم حاجه. انت وانس ان انت ليه بتحس ان اطراف حضرتك او حضرتك بارده؟ لان الدم مش وصل لها. وانس ان الزنجبيل شربتيه هو بيسخن الجسم وبيخلي الاطراف دافيه، سواء
هنا او سواء اطراف الرجلين او سواء الودن، كل اطراف الجسم اللي بتبقى بارده شويه هو بيعمل لها يعني نوع من انواع التدفئه. بالظبط كده. في ناس بقى بتحب تستنى الشتاء، وعارف انت البوستات بتاعه الفيسبوك تحب تستنى الشتاء وتشوف المطر تاخد معاها الكاكاو مج نسكافيه. لا كاكاو وفي مارشميلو وحاجات كده، ويسمعوا صوت فيروز. الله. ناس بتحب تشرب فنجان قهوه. أي. في ناس بتحب مج نسكافيه، في ناس بتحب بقى حاجات مختلفه، كوبايه الشاي بلبن المقدسه عندنا كلنا كمصريين طبعا. يعني قول لنا بقى انت بتحب ايه وبتشرب ايه، كنت بتشرب ايه وانت صغير وغيرته لما بقيت كبير، هل ده ممكن ياثر على الوزن بشكل او باخر؟ في ناس بتحب السحلب. السحلب عظيم على فكره، بس مشكلته ان هو انا بحسه وجبه. الله ينور عليك. هو مشكلته ان هو دسم جدا وبيزيد الوزن، لان هو طبعا عباره عن نشا وحاجات بس مكسرات ولبن وكدا. بس طبعا الاوميجا 3 اللي جوه السوداني هو ده اللي بيخلي الموضوع يعني. لكن انا لو بصيتي مثلا لفوائد، يقلل التهاب المفاصل، يخفض سكر الدم، يعالج عسر الهضم، ودي حاجه زنجبيل مش ده زنجبيل. يخفض الكوليسترول، يعني انت بتتكلمي في صيدليه كامله، يعالج الغثيان، يكافح نزلات البرد، يوصل الدم يوصل الدم لاطراف الاوعيه الدمويه. بتتكلمي في صيدليه كامله متكامله. زنجبيل اشربه بقى مع قرفه، اشربه مع ليمون، اشربه مع لبن، اشربه. بتشربيه بايه؟ انا بشربه بالليمون بس من غير سكر. بتشربيه بالليمون؟ انا بشربه ساعات بقرفه، ساعات بشربه لوحده، ساعات بشربه باللبن. يعني هو ليه كذا شكل من الاشكال، لكن هو بشكل عام على فكره الانجليز عندهم حاجه اسمها جينجر تي او شاي بالجنزبيل، واعتقد طبعا ان هم يعني ورثوا ولا قصدهم بيه شاي الجنزبيل، اللي هو طريقه عمل الجنزبيل بشكل الشاي كتي باج، يعني بيتحط في الكيس وبيتحط فوق الميه. هو كده بالظبط، هو تي باج واحد مكتوب عليه جينجر تي، يعني شاي بالزنجبيل بيتحط. بس اعتقد ان هم ورثوه طبعا من احتلالهم للهند وبقائهم في الهند المستعمره الهنديه لوقت طويل، ان هم طبعا برضو بيستخدموا هذا الامر بشكل كبير. فبشكل عام هو احنا سؤالنا النهارده لحضراتكم، احكوا لنا عن مشروبكم المفضل في فصل الشتاء، بتشرب ايه في الشتاء علشان تتدفى حضرتك او حضرتك؟ ايه افضل مشروب بالنسبه لك او بالنسبه لك يعني بيدفيك بشكل شخصي؟ احنا عرضنا وجهه نظرنا لان هو طبعا الجنزبيل كمان بيقلل الوزن وبيظبط السكر وبيظبط الكوليسترول، ولكن على الجانب الاخر ملوش اضرار زي الاضرار الحاجات التانية اللي انت ممكن تشربها. ممكن بس يكون بيرفع ضغط الدم شويه. والله بيرفع الضغط شويه بس استخدامه بشكل كبير. اكيد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر، وهنرجع لكم تاني. صباح الفل. اهلا بحضراتكم من جديد. لكل مشاهدينا اللي لسه ما نزلوش، تعالوا مع بعض نستعرض جوله سريعه في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وخلينا نبتدي زي ما احنا متعودين من محافظه القاهره. هنشوف مع بعض كوبري اكتوبر، احنا شايفين فيه كثافات مروريه بسيطه مش بتاثر على معدل الحركه لغايه منطقه رمسيس، بعدها هيكون فيه سيوله لغايه نزله غمره، وهتكمل معانا السيوله المروريه دي لغايه نهايه كوبري اكتوبر. لو بصينا عند شارع رمسيس احنا شايفين كثافات بسيطه وغير مؤثره بامتداد الشارع، وهتكمل معانا السيوله دي لغايه طريق النصر. اما عند كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين هنلاقي بعض الكثافات المروريه اللي ناتجه عن التحويلات بسبب اعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع احمد عرابي. لكن لو بصينا بقى في الاتجاه الاخر من ميدان لبنان هنلاقي فيه سيوله مروريه وما عندناش اي مشاكل. لو بصينا عند شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر احنا شايفين سيولة مرورية مكملة معانا لغاية ما بنوصل لمنطقة الزاوية الحمراء، بعض الكثافات هنلاقيها عند منطقة الويلي، ولغاية كوبري الساحل والأميرية مفيش أي مشاكل. لو جينا بصينا عند أعلى الأوتوستراد هنلاقي سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان والمعادي والمقطم. أما مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين أنه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. خلينا بقى نروح الجيزة ونشوف الأخبار هناك إيه. احنا في شارع الهرم احنا شايفين طبعا الكثافات المروريه اللي احنا بقينا عارفين انها موجوده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافات ممكن توصل ل 500 متر بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي احنا متوقعين انها هتزيد مع ساعات الذروه.
كمان باقي بقى شارع الهرم الرئيسي احنا شايفين فيه تباطؤ في حركة السيارات برضو بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية، وهنلاقي كثافات بتظهر بمنطقة مشعل وكثافات من طريق العشرين ولغاية الطلبية. هنلاقي كمان كثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق ولغاية العشرين، وكثافات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. لو بصينا بقى عند محور صفت هنلاقي فيه كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة، واحنا اتعودنا في الفترة اللي فاتت بسبب غلق الطريق الدائري كمان والاتجاه الإجباري لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق الساحلي، كل ده بيسبب بعض الكثافات المرورية اللي احنا بقينا عارفين إنها متحركة. لو بصينا عند نفق أحمد عرابي هنلاقي فيه غلق جزئي بسبب أعمال التوسعة وإنشاء محور 26 يوليو الجديد. إجمالاً الوضع لا يختلف عن أي يوم من الأيام اللي احنا تعودنا عليها في الفترة اللي فاتت. خلينا نتحول لمحافظة الإسكندرية ونشوف جوه المدينة هنلاقي إيه. هنلاقي بعض الكثافات البسيطة اللي موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان كثافات متقطعة عند الإشارات في طول الكورنيش. لو بصينا بقى على الشوارع الجانبية هنلاقي سيولة مرورية نسبية، واحنا بننصح بيها أكتر من إن احنا ناخد الطريق الكورنيش الرئيسي. لو بصينا عند شارع جمال عبد الناصر هنلاقي كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية، لكن الكثافات دي هتكون متحركة ومش هتأثر على حركة المرور. نروح أسوان مع بعض ونتابع إيه اللي بيحصل هناك ونشوف. نبتدي من عند شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة، احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ ان في بعض الكثافات المرورية البسيطة لغاية ما نوصل لمحطة القطار. احنا متعودين بطبيعة الحال ان احنا نلاقي حواليها بعض الكثافات المرورية في اي محطة قطار في اي محافظة. ايضا هنلاقي بعض الكثافات المرورية اللي هتكمل معانا لغاية شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى اسوان الجامعي، برضو هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية. اجمالا خلينا نقول ان مفيش مشاكل النهاردة في الطريق والاحوال المرورية تقريبا زي كل يوم. خلينا بقى دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة، اللي هيكون بارد في ساعات الصباح الأولى ولطيف في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وكمان النهاردة هيكون في شبورة مائية الصبح ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة، والأقل هتكون في كاترين 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل. بنصبح على عرقكم مرة تانية، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، ولكن خلونا الأول نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل متابعة نشاط هيئة قناة السويس. كان في توجيهات من سيادته بتوطين صناعة مراكب الصيد في مصر. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض مخطط مشروع مدينة صناعية في مدينة أكتوبر الجديدة. ومعانا أيضا أخبار تانية هنعرفها في سياق التقرير القادم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس. وخلال الاجتماع وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وده لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر. وجه الرئيس بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين.
امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه مخطط مشروع مدينة صناعية بيتم إقامتها في مدينة أكتوبر الجديدة. وأكد مدبولي أن الحكومة بترحب وبتدعم القطاع الصناعي، وشدد على أن الحكومة لن تكسب جنيه واحد من ثمن هذه الأراضي الصناعية، واللي بيهمنا هو التنمية وسرعة تشغيل المصانع. امبارح برضو أكدت الحكومة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود من ضبط 2.5 طن من جوهر الحشيش المخدر داخل عربة فونتاس، وذلك بناء على معلومات أمنية واردة بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة عبر المعابر والأنفاق على قناة السويس، كما تمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل عربة ملاكي. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع تدريب عملي مشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الجيزة ومطروح بكافة أجهزتهم التنفيذية. امبارح كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لقفز الموانع، واللي أقيمت على مدار 3 أيام بنادي فروسية القوات المسلحة، وده بحضور مدير إدارة المدرعات ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد المصري للفروسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الاتحاد المصري للفروسية والشخصيات العامة ورواد وممثلي هيئات الفروسية. وفي جولة المحافظات معانا مجموعة من الموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية في القليوبية، والقنا بتتصدر محافظات الصعيد في تحصين الحيوانات ضد الحمى القلعية، وتنظيم قوافل طبية لعلاج 1860 مواطن بالمجان في سوهاج، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من القليوبية اللي تم فيها الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية. وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة بتعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن. في قنا قال المحافظ اللواء أشرف الداودي إن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الصعيد في تحصين الحيوانات ضد الحمى القلعية ومرض الوادي المتصدع وفقاً لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وأوضح إنه تم لحد دلوقتي تحصين 66,170 رأس ماشية. في الشرقية أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إن حملة طرق الأبواب احميها من الختان استهدفت 75,000 سيدة ورجل بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية. في جنوب سيناء أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية، وبدأت تدريبات المشروع في الاستاد الرياضي بطور سيناء بإجمالي 113 لاعب ولاعبة. في سوهاج بيواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج تنفيذ القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتم فحص وعلاج 1860 مواطن خلال القوافل اللي تم تنظيمها في قريتي أم دومة والمدمر بمركز طمة. في المنوفية تم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال أسبوع، وقال مدير مديرية الثقافة إنه تم إقامة 82 نشاط ثقافي وفني ب 24 موقع على مستوى المحافظة. في الأقصر قال المحافظ المستشار مصطفى ألهم إنه تم تنفيذ استثمارات بقيمة 592 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100% في القطاعات المختلفة،
وده ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة في العام المالي 2021-2022. في الوادي الجديد بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها بقرية الأربعين 2 في مركز باريس بالوادي الجديد، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية. أهلا بحضراتكم من جديد. سؤالنا النهاردة: إيه هو مشروبك الشتوي المفضل؟ بتحب تشرب إيه في الشتاء؟ وبتحب تستمر معاك إيه؟ يعني كنت بتعود تشرب إيه وإنت صغير؟ ويا ترى مشروبك ده اتغير لما كبرت ولا لا؟ صحيح صحيح. يعني عايز اقول لكم ان في يعني تعليقات كتير جدا مهتمه بهذه القصه، الكل بين خبرته في مكافحه امراض الشتاء. عبد النبي ابو رفاعي بيقول: صباح الخير عليكم، اكيد في الجو الحلو ده بنحتاج لمشروب ساخن. عن نفسي مشروبي المفضل هو القرفه بالشاي. صباحكم فل وورد وياسمين على كل المشاهدين. هبة سعيد بتقول: البليلة والحلبسة أساسي، لسه شربة بليلة، تستاهل بقك ألف صحة وهنا عليك يا هبة. البليلة حلوة جدا، هو حمص الشام. والبليلة حلوة جدا جدا جدا، قمح، وجبة غذائية بقى متكاملة بالظبط كده. عبد المنعم جبل: صباح الخير عليكم جميعا، يا أحلى مقدمي برامج، أهلا بيك يا عبد المنعم. مع برودة الجو في الشتاء يحتاج الجسم إلى مشروبات ساخنة لتزويده بالدفء. أنا عن تجربة أفضل مشروب الزنجبيل الفريش بالحليب، أنصحكم تجربوه، مفيد صحيا وصباحكم جميل. يعني إحنا متفقين معك، إحنا طبعا متعصبين للجنزبيل، أسواني الجنزبيل بالحليب دي تشربها في أسوان وفي النوبة. أي طيب. أسامة محمد فهيم بيقول: صباح الفل عليكم وعلى كل المصريين، كل ما نبت من الطبيعة. صحيح. أكيد له فايدة في حياتنا، والمشروب المفضل ليا هو اليانسون والشاي في الصباح. صباح الفل عليك. علاء هارون بيقول: أقول كل سنة طيبين وخلافه، مشروب المفضل هو السحلب والشاي والقرفة وشوربة العدس. ده هو يعني جاب صيدلية كاملة. علاء أنا بحب الشاي بس، وبقعد اجرب احط عليه ايه، يعني شاي بالقرنفل حلو، شاي بالقرفه حلو، شاي بالجنزبيل حلو، عظيم. شاي بالنعناع الناشف حلو. صحيح. شاي بالنعناع الاخضر حلو، يعني بس ما جربتش مثلا اعمل ميكس شاي قرفه بجنزبيل مع الشاي نفسه، لا ما جربتش، جت في مخي دلوقتي. والله جربي وقولي لي رايك، انا مش هشرب. ايات جمال بتقول: آيات صباح الخير يا مصر، أفضل برنامج بتابعه منذ الطفولة، بيفكرني بالحبايب. مشروبي المفضل في الشتاء هو الشاي بلبن، الله عليكي، وممكن يعيد لي النشاط ويمنع الخمول وأقدر أكمل يومي. أنا كمان برضو بحب الشاي بلبن قوي. حبة سكوتة مثلا أو ساندويتش جبنة رومي. يا سلام، كفاية أسيب البرنامج وأطلع أفطر. أم المصريين بتقول: صباح الخير عليكم يا مصر، صباح الخير الفرش. اهلا بيكي. مشروبي المفضل في الشتاء هو الجنزبيل بالحلاوه الطحينيه، يشع حراره من الجسم لما تشربه، والشاي باللبن بعد صلاه الفجر. الله الله الله، يا سلام. موضوع الجنزبيل بالحلاوه الطحينيه ده انا مش فاهم ازاي بيتعمل، بس يمكن تقولي لنا يعني في كومنت. هو سعرات كتير قوي. صح، فحيدف كتير. سعرات سعرات سعرات. يعني هو الحلاوه الطحينيه سمسم وهتتذوب، فهتستخدم كمحل، يعني هتستخدمها بدل السكر او العسل. ابيض على الكالوريز، هي لوحدها اصلا. بالهنا والشفا عليك. طيب. هاني رجب محمد بيقول: بتفرج على صباح الخير يا مصر وبشرب القرفه بالجنزبيل والليمون انا ورضوى. صباح الخير عليك يا هاني، انت ورضوى. صباح الفل عليكم. واضح ان في اقبال تاريخي على الجنزبيل يا جماعه، ناس كتير قوي قوي. يعني انا عندي محمد الكومي بيقول اهو، بيقول سحلب بالجنزبيل، وبرده دكتوره كوكب رضوان بتقول لبن مع جنزبيل وقرفه. فواضح ان في يعني اقبال من كل الناس على قصه الجنزبيل، وبنؤكد ان هو فعلا من اهم الحاجات اللي بتدفي. يعني محمد يوسف بقى بيقول ايه: احلى مشروب صيف وشتاء هو القهوه المحوجه. يا سلام، ولا كلمة. القهوة لا، ولو بن غامق بقى عشان تعرف تحس بطعمها. القهوة مفيدة طبعا ومفيدة للقلب، ولكن الإكثار منها يضر القلب، لكن هي طبعا مفيدة جدا جدا جدا. وبالعكس ده أنا عايز أقول لكم إن في مدربين في الجيم بينصح إن أنت قبل ما تخش التمرين لا تاخد سبلمنت، يعني مقويات أو مكملات، لا اشرب قهوة قبل ما تخش التمرين، بيقولوا ده أفضل حاجة. سلوى
مهنسي بتقول صباح الخير عليكم، القرفة بالجنزبيل واللبن وتكون ساخنة جدا، وشوربة العدس. شوربة العدس طبعا من أهم الحاجات، هي طبعا ممكن تبقى تقيلة شوية على المعدة لأن فيها شوية إشاعات. أنا مش شايفة إن شوربة العدس تقيلة خالص. لا هي جميل. مش دسمة، فيها شوية دسامة شوية، معلش بسيطة يعني. بالله أنا مش شايفة طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل تاني. نروح لفاصل مشاهدينا، احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل معاكم باقي تعليقاتكم وباقي حلقتنا معاكم. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نعرف النهارده هيئه الارصاد بتتوقع الجو يكون شكله ازاي. الطقس النهارده ان شاء الله هيكون بارد في ساعات الصباح الاولى ولطيف في النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، وفي كمان شبوره مائيه الصبح ممكن تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل اكتر هنعرفها عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخير على حضرتك، اهلا وسهلا بيكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الطقس النهاردة يعني ممكن يكون يميل للبرودة، دكتورة منار قولي لنا الأجواء هتكون عاملة إزاي النهاردة في مختلف المحافظات؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذا اليوم هنشهد بعض التقلبات الجوية، وأهمها طبعا سقوط الأمطار، لأن احنا بنتأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. المنخفض ده هيأثر على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، حتى محافظات شمال الصعيد، وهيكون في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وأيضا الرعدية على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، وطبعا هيكون معاها فرص لسقوط الأمطار. كميات الأمطار هتكون أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. أيضا الأمطار والسحب دي هيكون أمطار رعدية يعني مصاحبة لضربات البرق والرعد. سواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دي المناطق السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري. أيضا الأمطار هتمتد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية، دمياط، بورسعيد، رفح العريش، بعض المناطق من سيناء ومدن القناة، وقد تمتد الأمطار خلال فترات المساء أيضا لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أمطارها ممكن توصل لأمطار خفيفة ورعدية أيضا، فإحنا أغلب المناطق فيها أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لمنطقة وأمطار رعدية على فترات متقطعة من اليوم. بالإضافة كمان إن إحنا طبعا اليوم مستمر معانا انخفاض درجات الحرارة فترة النهار، وخاصة كمان خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، بنبدأ فترات الصباح بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء الباردة على أغلب مناطق الجمهورية، مع سطوع أشعة الشمس بنبدأ نحس بالدفء والأجواء اللطيفة تماما على أغلب مناطق الجمهورية. العظمى خلال فترة النهار متوقع تكون 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. الصغرى خلال فترات الليل أحيانا بتروح ما بين ال 11 وال 10 درجة مئوية في بعض الأماكن، أقل من 10 درجات في المدن الجديدة وشمال الصعيد. يعني فترات الليل أجواء بتكون أجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية. طبعا كمان متوقع خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن احنا ساعة بالكثير إن شاء الله وتتلاشى الشبورة المائية من على أغلب الطرق بسبب طبعا سطوع أشعة الشمس. دكتورة منار، كتير بتبقى أرقام درجات الحرارة مختلفة عن الشعور اللي احنا حاسينه، يعني بالذات في ساعات الليل احنا بنبقى شايفين درجات الحرارة فعلا قليلة، ولكن في بعض الأحيان بيبقى في موجات قادمة من أماكن معينة بتساعدنا على ان احنا نحس بأن الجو أكثر برودة. هل متوقع ان ده يحصل في الأيام الجاية؟
هو طبعا دايما لما بيبقى فيه نشاط للرياح بيساعد ان احنا نحس بدرجات الحراره اقل دايما من اللي احنا بنقولها، يعني درجه المحسوسه بتبقى اقل. كمان الكتل الهوائيه لما تكون قادمه من على الصحراء بتبقى جافه، فجفاف الكتل الهوائيه ده بيساعد اكتر على انخفاض درجات الحراره، وده متوقع يستمر معانا ان شاء الله على مدار الايام القادمه، خاصه خلال فترات الليل مع نهايات الاسبوع مصادر الكتل الهوائيه هتكون قادمه من الصحراء الغربيه، فهنحس بالبروده وانخفاض درجات الحرارة أكتر خلال فترات الليل المتأخر بإذن الله. أكيد. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 19 والصغرى 10، الإسكندرية 19-14، العالمين الجديدة 19-12، مطروح 19-12، دمياط 20-13، بورسعيد 20-13، والإسماعيلية 21-10. السويس العظمى فيها 20 والصغرى 10، العريش 19-12، كاترين 15-4، طابة 21-12، حلايب 23-16، شلاتين 24-15، شرم الشيخ 23-15، والغردقة 23-14. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 8 عفوا، بني سويف العظمى 20 والصغرى 8، الوادي الجديد 22-7، أسيوط 21-9، سوهاج 21-8، قنا 20-8، الأقصر 22-6، أما أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 9. خلينا مشاهدينا نتحول لموضوع آخر والأحداث اللي هتحصل النهاردة معانا إن شاء الله. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هتنظم صالون لمناقشة التعليم الأساسي والمناهج اللي بيتم تدريسها للأطفال والربط بين التعليم ومستوى جودة الحياة. كمان النهاردة في مباريات مهمة في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. خلينا نعرف التفاصيل من التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون بعنوان التعليم الأساسي وكادر المعلم، نظرة على أوضاع التربية في مصر. الصالون بيناقش عدد من المحاور أبرزها كادر المعلم ومشكلات التعليم والمناهج اللي بيتم تدريسها للأطفال والربط بين التعليم ومستوى الحياة الجيدة. النهاردة يستعد نادي النصر السعودي لتقديم نجمه الجديد كريستيانو رونالدو على ملعب مرسول بارك في الرياض الساعة 7 بالليل بتوقيت مكة المكرمة. ونشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام بيظهر فيه قبل وأثناء صعوده لطائرته الخاصة متوجهاً للرياض. النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 11 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 3:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي المقاولين مع حرس الحدود، و7 بالليل هيلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، و8 بالليل هيلتقي فيوتشر مع سموحة. النهاردة والعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة. هيلتقي ليستر سيتي مع فولهام الساعة 10:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي كولم من أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وأفرتون مع برايتون، وفي 10 مساء هيلتقي مانشستر يونايتد مع بورنموث. مرحبا بحضرتك مرة تانية. محافظة أسيوط بتشهد حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاع مياه الشرب عشان تغطي كل المناطق وعشان توصل كل المياه النقية لكل المواطنين في أرجاء هذه المحافظة. تكلفة هذه المشروعات بلغت حوالي 5 مليار جنيه، يعني حوالي بالضبط تحديدا 4.8 مليار جنيه. خلينا نتعرف على طبيعة هذه المشروعات. الموضوع كان قبل هذه المشروعات عامل ازاي ودلوقتي وصل ازاي؟ معنا على الهاتف الأستاذة أمل جميل المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير مصطفى، صباح الخير زميلنا، صباح الخير على مصر كلها. صباح الخير على حضرتك. أهلا أهلا. صباح الخير. ممكن يعني نفهم الوضع الأول كان عامل إزاي في محافظة أسيوط قبل هذه المشروعات ودلوقتي إحنا وصلنا لمرحلة عاملة إزاي؟
هو يعني انا زي احب اقول لحضرتك ان انا في السنه الجديده طبعا كل سنه حضراتكم بخير. حابه ابشر حضراتكم انه محافظه اسيوط كمحافظه من الصعيد لاول سنه تحظى بهذا المبالغ الهائله اللي حضرتك قلتها، ان نقدر بيها نقدم خدمات مياه وصرف. احنا بنشتغل في 4 مليار و8 مليون، وصلنا في المبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تطوير الريف المصري ل 2 مليار و700 مليون، ده غير الوصلات اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي، بنقدر نجني ثمار اللي احنا اشتغلناه طوال عام من الجد والاجتهاد، من العمل المتواصل المتابعة المستمرة من رئيس الشركة القابضة مهندس ممدوح رسلان وسيادة المحافظ عصام سعد ومحافظ أسيوط، وكمان محافظة الوادي الجديد دخلت معانا السنة دي وبشرة خير برضو، إن احنا كشركة مية ابتدينا خلاص نشتغل مع الوادي الجديد. حابة أقول لحضرتك إن المبادرة دي اشتغلنا فيها في أكتر من حزمة من الحزمات اللي هي بتحسن جودة المياه والصرف. اشتغلنا توسع محطات إحلال وتجديد، مد وتدعيم، أبار، أجهزة قياس وفاقد، ده بيخلينا احنا على ارض الطبيعه ان احنا نقدر نقدم الخدمات اللي احنا من فتره كبيره ما قدرناش نقدمها بشكل كويس. يمكن اكتر حاجه نحس بيها في اسيوط لك ان تتخيل ان احنا وصلنا من 22 ل 25% صرف صحي، يعني احنا بنتكلم ان احنا اسيوط كانت 25% يعني الربع منها بيتخدم. احنا خدمنا في مبادرة تطوير الريف المصري 7 مراكز، والبشرة الجديدة اللي بقولها لحضراتكم ان احنا ال4 مراكز هيعلن عنهم قريبا ان شاء الله، كده يبقى احنا محافظة اسيوط كلها اتغطت بالكامل. تطوير الريف المصري ال7 مراكز دول كان فيهم 149 قرية 650 تابع، دول احنا قدرنا نشتغل عليهم بشكل مبسط كده. يمكن المواطن اللي هو مش هشغل حضراتكم بسرد تفاصيل عن شغلنا، الخدمه اللي هي احنا مهتمين بهذه التفاصيل، اتفضل. الخدمه اللي هيعود عليه ان انا دلوقتي الاماكن اللي كان عندي فيها مشاكل في الضغوط او في الجوده بقدر دلوقتي اوصلها بشكل كويس في الادوار العليا في وقت الذروه. اللي بنجني دلوقتي وبنشتغل، يمكن وانا بكلم حضرتك يمكن احنا كلنا دلوقتي بنشتغل على قدم وساق ان احنا نقدر نوصل الخدمه عن طريق الواسطه المنزليه. دلوقتي احنا خلاص مدينا وعملنا مد وده تم اختياره ازاي؟ وده تم اختياره على اساس ايه؟ كان في خطه موضوعه استاذه امل؟ استاذه امل حضرتك سامعاني؟ ده تم عن طريق ايه؟ حضراتكم كنتوا حاطين خطه على اساسها تم اختيار الاماكن الاكثر احتياجا، ولا عن طريق تقدم بطلبات من المواطنين؟ يعني ازاي تم اختيار الاماكن اللي هيتوصل لها المشروع؟ بالفعل انا كنت لسه هقول لحضرتك دور بقى المشاركه المجتمعيه، واللي ده برز في المبادره دي كان فيها التميز، ان هو اصلا قبل ما نشتغل في الاماكن دي كان في بالتنسيق مع الوحدات المحليه والاحياء ان احنا ننزل نعمل مسح كامل للمناطق والاكثر احتياجا. هي ال7 مراكز دول اختيروا طبقا لحاجات ماسه بالفعل عندهم. المسح ده اتعمل في جميع القرى والنجوع. يمكن احنا قدرنا نوصل كمشاركه مجتمعيه برعايه الشركه القابضه في خطه كانت معموله للعمل اللي هي قبل المشروع اثناء المشروع، ودلوقتي بنشتغل مع المواطنين. المواطن بقى عندي شريك نجاح لان هو كان معايا من الاول ان انا بختار المشروع، وان هو منتظر معايا ان انا اجود له الخدمه او اقدمها له. فاحنا يمكن ده اللي بيميز المبادره دي، ان انا عملت قاعده كبيره من المجتمع المدني اشتغل معايا زي ما بقول لحضرتك من قبل ما انا اختار المشروع، ودلوقتي احنا بنعمل يعني بصوره مبسطه تقفيل للشغل. هو انا دلوقتي خدمت كل المناطق المنوطة بيه، لكن كان في تعذر بعض المناطق اللي احنا دلوقتي بنختار بنشوف لها حلول بديلة مع الجهات الهندسية والتنفيذية في المحافظة ان انا اقدر اتخطى العقبات دي وادخل في كل الاماكن حتى اللي فيها اعاقة في تنفيذ الخدمة، بشوف لها حلول غير بديلة بحيث ان انا اقدر اغطي ال7 مراكز مية وصرف. صحيح. ده بجانب كمان بعد تطوير الريف المصري احنا عندنا استلمنا 7 مشروعات ابتدائي من الهيئة القومية، فلك أن تتخيل إن أنا كل ده بشتغل فيه في محافظة زي محافظة أسيوط لأول مرة يحصل فيها الطفرة دي. صحيح. في قطاع المياه والصرف. صحيح. وده حسوا بيه المواطنين دلوقتي حضراتكم. بالتأكيد. لو هتنزلوا أسيوط وتشرفونا طبعا، لو نزلتوا للأهالي في يعني فرحة وفي طفرة في الخدمة المقدمة، بجانب إن إحنا
كان عندنا دور المجتمع يتمثل في جمعيات أهلية. الجمعيات الأهلية دورها برز بشكل كبير، وطبعا مشكورة الدولة بتدعم كل الجمعيات وتوفر لها المناخ اللي هي تقدر تشتغل فيه للأسر الأكثر احتياجا. أكيد. بحيث أن أنا حتى المنازل اللي هي مستحقة لها شروط معينة أهليها مستحقة فعلا للدعم من الجمعيات، احنا بنقدر نوصل لهم الوصلة دي بدون اي مقابل عن طريق التحول الرقمي اللي بتتجه اليه الدولة، هو اللي ساعد على وجود يعني نوع من انواع قاعدة البيانات المحترمة اللي بيحصل على اساسها التنسيق للاماكن الاكثر احتياجا. الاستاذة امل جميل المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط، شكرا جزيلا لك. خلال الأيام الأولى من 2023 هيتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة على مستوى 52 مركز بيضم 1670 قرية لخدمة 20 مليون مواطن. المرحلة دي هتتكلف حوالي 400 مليار جنيه من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاثة. خلينا نتابع. مع بداية الأيام الأولى في عام 2023 سوف نكون على موعد جديد لانطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة على مستوى 52 مركزاً يضم 1670 قرية لخدمة 20 مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، وذلك من إجمالي التريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاث. المرحلة الثانية من المبادرة تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي والتصميمات، وانتهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الوزارات المنوطة من اختيار القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. أيضاً تم اعتماد المبالغ المطلوبة للعمل بشكل مباشر على 13 محوراً هم الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة. وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية فيتضمن مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز. وفي المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة سيتم تنفيذ مباني خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعي، وتشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية، ومركز تنمية الأسرة على مستوى الوحدة المحلية، ومبنى مركز التأهيل الاجتماعي على مستوى المركز. وقبل أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لحياة كريمة تم عقد لقاءات جماهيرية وحوارات مجتمعية بمجالس القرى في المحافظات المستهدف تنفيذ المرحلة الثانية فيها، ويستهدف الحوار الوصول إلى أفضل آلية لتنفيذ مشروعات المبادرة وفق رؤية أبناء القرى لتنفيذها على أكمل وجه، ملبية طموح واحتياجات القرى من خلال إشراك الأهالي في المبادرة بالاستماع لمتطلباتهم من المشروعات الخدمية وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات حول المشروعات، وحيث يتم الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول المشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بقرى هذه المراكز. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك من أجل تعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي ملاحي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع من أجل متابعة نشاط الهيئة. وقال متحدث الرئاسة إن الاجتماع استعرض مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية وجهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى المائي الملاحي البالغ طوله 40 كيلومترا
والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لقناة السويس. كما وجه السيد الرئيس بأن تتكامل عملية إنتاج مراكب الصيد بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى محافظات الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، حيث اطلع على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء لهذه اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالا لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حاليا من موان حديثة على امتداد سواحل الجمهورية. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا من أجل متابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذلك نظام التسجيل المسبق للشحنات. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بكافة الموانئ، وذلك بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف حتى تتوافر السلع بكافة الأسواق المحلية بما يسهم في حدوث توازن في كافة الأسعار. أعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ ضربة جوية صاروخية استهدفت ثكنات عسكرية روسية في ماكيفجا الواقعة شرق أوكرانيا، وقد أسفرت عن مقتل 63 جنديا روسيا. وقد أوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش دمر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية تابعة للجيش الروسي، وأشار إلى أنه يجرى حاليا تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا تناقش إجراء تدريبات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية. جاءت تصريحات بايدن بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية يون ساك يول في وقت سابق أن بلاده والولايات المتحدة يناقشان إمكانية تنظيم تدريبات مشتركة باستخدام القدرات النووية الأمريكية، في الوقت الذي وصف فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جارته الجنوبية بأنها عدو مؤكد. تعتزم نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البري والبحري في بريطانيا تنظيم إضراب جديد عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، وقال زعماء النقابات العمالية في بريطانيا أنه لا ينقصهم المال وسيستطيعون مواصلة هذه الإضرابات على مدى شهور، وستؤخر هذه الإضرابات عودة ملايين العمال في بريطانيا إلى أعمالهم بعد عطلة رأس السنة. نهاية الموجز، وهنا عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. توديع أسطوري لأسطورة كرة القدم البرازيلية النجم بيليه، ربما في المكان اللي العالم كله عرفه منه، من المستطيل الأخضر، من الساحة اللي سجل فيها أكبر عدد ممكن من الأهداف. كلنا عارفين أن بيليه استطاع أنه هو يجلب لبلده البرازيل ثلاث مرات فوز في كأس العالم. البرازيل هي أكبر دولة في العالم خدت بطولات كأس العالم، هي خدتها 5 مرات. بيليه لوحده كان سبب رئيسي جدا في أنه هو يحقق الفوز لمنتخب بلاده 3 مرات، وده رقم قياسي، وده بالنسبة عالميا هي أكتر دولة في العالم خدت بطولات كأس العالم. لا حدث ربما يعني أو لا صوت يعلو فوق صوت وفاة هذا النجم العالمي، ولا اهتمام من كل الصحف الرياضية العالمية يضغى على هذا الأمر. الكل ربما حزين على رحيل الأسطورة البرازيلية بيليه. محليا فوز النادي الأهلي بثلاثية على بيراميدز وهزيمة الزمالك أمام أسوان بثنائية كانت أبرز المشاهد على الساحة المحلية. نتائج ربما بتعود بالنادي الأهلي إلى قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يبقى بها الزمالك في المركز الثاني في انتظار لقاء فيوتشر اليوم أمام نادي سموحة. وبكده
تشتعل مسابقة الدوري العام مرة أخرى في أسبوعها 11. خلونا نتكلم أكتر عن المباريات دي. معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحميد فرج الناقد الرياضي، هيحلل معنا هذه المشاهد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدي القناة الأولى. صباح الفل عليك. ماما بيليه هو الحدث الأبرز عالميا قبل ما نخش محليا. صحيح طبعا. العالم اتكلم ازاي، الصحف الرياضية العالمية اتكلمت ازاي عن وداع هذه الأسطورة اللي الناس يعني لما حد بيرحل من هذه من هؤلاء المشاهير بيعملوا زي بريف كده عنه، بيعملوا زي ما بيسموه بلغة الصحافة بروفايل، كتبوا ايه؟ شوف، خلينا نقول طبعا ان هو وداع حزين جدا لواحد من اهم اساطير الكوره في العالم، مش بس في البرازيل، هداف التاريخي في بلده، راجل محقق اكبر انجاز ما اعتقدش ان من الممكن ان احنا نشوفه في الفتره الجايه ديت، 3 كاس عالم، لاعب يتوج بثلاث بطولات كاس عالم في التاريخ، ديت حاجه كبيره جدا. حتى ان ما بحبش انا المقارنات، ولكن كان في مقارنه كده بشكل بيليه في عصره مقارنة بالنجوم اللي عدوه بعد كده في العصور اللي جاية. انت عارف الكرة كل يوم وكل سنة بتتطور عن اللي قبلها. صحيح. بيليه كان سابق عصره بكتير جدا جدا، وكان فارق جدا عن كل لعيب جيله، لاعب أسطوري بمعنى الكلمة في طريقة تسجيله للأهداف، في طريقة مراوغته، في طريقة صناعته للأهداف، عدد الأهداف اللي لعبها، عدد المباريات اللي لعبها. راجل يعني بجد بيسطر تاريخ يحسب ليه هو في المقام الأول ولبلده ايضا البرازيل، بيأكد بيها ان هي رقم واحد في كره القدم، وزي ما قلنا 3 ألقاب من 5. كان اهم حاجه اتقالت، او اهم جزء او تصريح عنوان رئيسي اتقال من راس كره القدم في العالم السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للفيفا، ان هو بينعى بيليه، كان بيتمنى او بيطلق مبادره، اتمنى ان هي فعلا تلاقي صدى ومردود من كل دول العالم، ان هو نفسه اسم بيليه يكون موجود على كل استاد في كل دولة من دول العالم، وهو يستحق ذلك. بيليه ان هو يكون ليه نقدر نقول توثيق وترسيخ للاسم الاسطوري، والتكريم للاسم الاسطوري دوت يكون موجود في كل دول العالم. اتمنى بقى نشوف كده برضو عندنا في مصر احد الملاعب يكون باسم الراحل الكبير او الاسطورة الكبيرة بيليه. خسرنا من فترة بسيطة او من سنين بسيطة دييجو مارادونا، وهو احد الاساطير، وبيلحق به الأسطورة الأخرى في زمنه في الفترة السابقة، بيليه النجم البرازيلي. طبعا مش سهل ان انت تشوف نجوم بالعظمة دي وبالأسماء دي وبالأرقام دي، فطبعا بننعاكم له، وان شاء الله يعني نشوف عناصر جاية جديدة سواء من البرازيل او من دول العالم. دي المتعة، وزي ما بنقول كده كرة القدم اللي هي بتبقى بنستمتع بيها في العالم كله، وبتقرب الأوطان كلها من بعضها. صحيح. يلا ندور في المواهب المحلية ونشوف الدوري المصري، يمكن نلاقي فيه موهبه تقدر تتعلم في المستقبل. احنا نفسنا في مشروعات كتيره طبعا، مشروعات بترعاها الدوله، ومشروعات بترعاها الشركه المتحده، ومشروعات بترعاها وزاره الرياضه، واتحاد الكره بدا يعمل دلوقتي سيستم وتجميع للداتا للمحترفين. نفسنا نشوف حتى يبقى في اكتر من محمد صلاح على الاقل، كابيتانو اكيد طبعا، والفكره طبعاً الرائعه بتاعه انهم يجوبوا الاماكن طبعا. امر جميل جدا، والتنقيب والبحث عن المواهب. بالمناسبه 100 مليون مصري او اكتر، والعناصر الأساسية، وده كان كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العناصر الرئيسية أو السواد الأعظم من الشعب المصري شباب. ولو نزلنا بالمرحلة ديت وبندور في مرحلة النشأ، هتلاقي مواهب في كل حتة، فإن أنت تلقي الضوء عليها وتنقبي عنها، هنشوف إن شاء الله عناصر جيدة جدا في الفترة اللي جاية، تساعد إن شاء الله إن احنا لما نطورهم ونستفيد منهم يكون عندنا جيل جديد في كل الرياضات مش في كرة القدم بس. نتعشم يبقى في إثراء كمان للدوري المحلي. خلينا بقى نشوف إيه اللي حصل امبارح، وفوز الأهلي في ظل نزيف النقاط اللي كان حاصل في الفترة اللي فاتت، والجمهور شعوره إيه، خصوصا إنه في سياسة الإحلال والتبديل اللي عمال يعملها كل طول الوقت بشكل كده راندم، احنا مش عارفين هو بيعمل ايه، وكل مباراة بشكل مختلف. الجمهور ما كانش مبسوط الفترة اللي فاتت. خلينا نبدأ من آخر نقطة، وجزء الروتيشن أو جزء التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر المدير الفني النادي الأهلي، وهو أجاب على النقطة ديت في المؤتمر الصحفي في مباراة أمس، واتكلم على ان هو مش بيوعد ان هو يثبت التشكيل في الفترة اللي جاية، وهيظل على سياسته سياسة التدوير، لان هو بصراحة مع حق في النقطة دي، لان مفيش رفاهية يعملها غير الوضع دوت. المباريات احنا بنلعب مباراة كل 3 أيام، بنقول ان امبارح الاهلي فاز على بيراميدز، بعد بكرة عنده مباراة في الدوري يوم الخميس، فمفيش حتى رفاهية ان هو يعمل استشفاء او يعمل راحة، فلازم يعمل عملية الروتيشن دوت للحفاظ على اللاعبين ولتفادي الاصابات، لان ضغط المباريات ضغط
كبير جدا والمواسم متلاحمه. نفس الكلام ده، ثلاث اصابات عنده في الفتره دي، دي حقيقه. وبس اعتقد ان النهارده هيتم، ان هم المفروض دلوقتي الفريق متجمع يعني في التدريب، تدريب صباحي، والمفروض ان في اطمئنان على كريم فؤاد. التشخيص المبدئي لاصابته جزع في اربطه الركبه، ولكن اعتقد مش هيكون غيابه كبير. طبعا كان في اكتر من اصابات في الفتره الاخيره حتى على مستوى التدريبات والبدلاء، يعني مصطفى شوبير في حارس المرمى عمل عمليه في الركبه في النمسا، بنتمنى له الشفاء والرجوع. اكرم توفيق اصابته في الصليبي اتجددت في التدريبات، فعشان كده بنقول تلاحم المباريات وتلاحم المواسم بيعمل اصابات سواء في المباريات او حتى في التدريبات. اعتقد ايضا طاهر هيكون راجع قريب من بعد مباراه انبي مع النادي الاهلي، هيرجع للتدريبات فهيبدا الاهلي يستفيد منه في الفتره اللي جايه. فعمليه الروتيشن كولر اجاب عنها في المؤتمر الصحفي ان هو مضطر يعمل ده ولازم يعمله. الناس بسببها ما في نزيف النقاط اللي كان حصل الفتره اللي فاتت، مش واحد من اسبابه خالص التدوير اللي كان بيحصل، جزء لا ما نقدرش نغفله جزء. لان انت بتلعبي مثلا في الشق الهجومي بتعتمدي في فتره من الفترات على شادي حسين، ثم نسحبه نلعب محمد شريف، ثم يلعب اللي هو كان بيلعب بيه اساسي يطلعه بره القائمه خالص. هو تغيير زياده شويه، يعني مارسيل كولر بيعمل التدوير بطريقه زياده شويه، بس هو زي ما قلنا ما عندوش رفاهيه غير ان هو يعمل دوت. ما نقدرش نسميه برده عنوان كبير يا منا نزيف النقاط. هم تعادلين وفرقتين مقبولين جدا سواء سموحه او سيراميكا، طبعا في تعادل قبل كده، ولكن تعادلين ورا بعض اللي جمهور النادي الاهلي بدا يضع يعني زي ما كده يضع على قلبه ويقلق، تعادلين اللي جم ورا بعض مع سموحه وسيراميكا. فلكن وارد جدا في الدوري، وشفنا نادي الزمالك بالامس ايضا بيفقد ثلاث نقاط بالخساره من اسوان. كل فرق الدوري في القمة في الوسط في القاع هتفقد نقط في الفترة اللي جاية، لأن أولا المستويات متقاربة جدا من بعضها، وزي ما قلنا فكرة تلاحم المباريات وضغطها، بتلعب كل ثلاثة أيام مباراة، صحيح صعب جدا، هتبقى صعب جدا وهتبقى فيه فقد نقاط كتير جدا في الفترة اللي جاية. طيب الأهلي فاز وثلاث أهداف كمان، صحيح، ولكن في النهاية الجمهور مش مبسوط، يعني شايف إن الأداء ما كانش حلو، الهجوم ما كانش كويس، في تخوف ان رغم ان هو متصدر الدوري لكن في تخوف ان هو ينزل لمراكز متاخره شويه. تحليلك ايه من النظرات المتخوفه من هذا الامر؟ جمهور النادي الاهلي دايما حابب الافضل، وجمهور النادي الاهلي بيبقى عايز بعد البطوله بيدور على البطوله الثانيه بعدها على طول، وهو لا ينظر فقط لصداره الجدول الدوري في الوقت الحالي، هو بينظر ان في شهر فبراير القادم بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، في فبراير أيضا دور المجموعات في أفريقيا، فبيبص على المشهد بشكل كبير جدا. أعتقد أن النادي الأهلي فعلا محتاج دعم في المنطقة الهجومية، وده برضو اتكلم عنه مارسيل كولر بصراحة جدا في أحد المؤتمرات الصحفية، وقال أنا ثقتي في المهاجمين رقم واحد عندي بيرسي تاو اللي هو مصاب ولسه هيرجع بعد أسبوع أظن. بعد كده يعني ثقته مش عاليه قوي لا في محمد شريف ولا في شادي حسين ولا في حسام حسن، فواضح ده من اختيارات حتى كولر للمباريات، وده برده بينعكس على جمهور النادي الاهلي. الثلاث اهداف في منهم تسديده في كره ثابته، خطا في او ارتطام وهدف ذاتي في الهدف الثالث، فده اللي ممكن يخلي الناس بتقول ان هو الاداء مش اعلى حاجه، ولكن النادي الاهلي استحق الفوز بالامس. كمان فكره استحواذ على الكوره، كانت بيراميدز امس استحواذه افضل شويه من النادي الاهلي، ولكن مباريات اللي زي ديت لا تحسم بالاستحواذ او باللعب في وسط الملعب، تحسم اساسا بخطف الثلاث نقاط رقم واحد وبحسم الفرص المحققه او الفرص ده اللي خلى الجماهير امبارح استقبلت الفوز بفرحه، خصوصا ان طبعا يعني ثلاث نقاط خسرهم بيراميدز واضافوا طبعا للاهلي خلاه في الصداره بفرق عن الزمالك يمكن 27 نقطه عن 24 نقطه، فده خلى الجماهير حست انها تنفست شويه وابتدت تحس ان الامور طبعا، وان هو كمان جه بعد تعادلين زي ما حضرتك قلت من شويه، جه بعد تعادلين، فده ومع فريق مش سهل، مع فريق المفروض ان هو من فرق القمه والفرق اللي بتنافس على الدوري، فمباراه يعني نقدر نسميها مباراه قمة للجولة ومباراة حاسمة في شكل الصراع في شكل صدارة الجدول، فكان فوز مهم جدا جدا للنادي الأهلي قبل المباريات القادمة. النادي الأهلي لسه عنده إنبي ثم المصري، مواجهتين صعبتين أيضا ورا بعض، ثم هيلعب في كأس مصر مع سموحة قبل بقى الكلاسيكو 21 إن شاء الله مع نادي الزمالك، أهلي والزمالك قبة الدوري إن شاء الله يوم 21 يناير اللي جاي. هل في تدعيمات للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية في صفوفه، وخصوصا ان هو داخل على كاس العالم للانديه؟ اتكلمنا عن الامر ده، عندنا مين داخل جديد على فريق النادي الاهلي؟ الصفقه اللي تعتبر شبه خلصت رسميا خلاص، محمد الضاوي اللاعب التونسي طبعا او الشهير بكريستو، جمهور النادي الاهلي منتظره ومنتظره في اقرب وقت جدا. الصفقه شبه انتهت خلاص او
وقع خلاص اللاعب وصفقة مادية أنا شايفها بالمكاسب حققها النادي الأهلي، إن هو قفل ملف سليمان كوليبالي والعقوبة بتاعته بتاعت النجم الساحلي، ودخلت الغرامة ديت أو العقوبة ديت في الصفقة. إجمالي الصفقة تقريبا هيبقى 1.3 مليون دولار لنادي النجم الساحلي، منهم الغرامة بتاعت سليمان كوليبالي، يعني النادي الأهلي مش هيدفع أكتر من 350 ألف دولار فقط. اللاعب يعني في خلال ساعات وربما يكون وإحنا بنتكلم يكون على وصول للقاهرة. مهندس خالد مرتجي هو اللي حسم الصفقة خلال وجوده في تونس، والمفاوضات كانت طيبة جدا بين الطرفين، وخصوصا مع العلاقات الجيدة بين النادي الأهلي ونادي النجم الساحلي. كريستو هيتم تقييده تحت السن، ودي نقطة مهمة جدا يا أستاذ مصطفى عايزين نحطها لكل الأندية وخصوصا أندية القمة. أنا النهاردة اتحاد الكورة في بداية الموسم عمل لائحة بالاستفادة من اللعيبة الأجانب تحت السن غير الخمسة اللي فوق السن. أنا استغربت جدا إن الأهلي والزمالك من بداية الموسم ما استفادوش بالعنصر دوت. النهارده النادي الأهلي بيتدارك الموضوع ده وبيتعاقد مع كريستو، وأعتقد كان في كمان تفكير في لاعب آخر أجنبي تحت السن. إن أنا يكون عندي عنصر أو عنصرين من الأجانب المحترفين اللي ممكن يعملوا لي فارق في مستوى فني تحت السن، ده هيحقق لي الفارق في مستوى المنافسة. أتمنى إن نادي الزمالك أيضا يتدارك الخطأ ده، وخصوصا إن أجانب نادي الزمالك مش محققين المستوى المطلوب. زكريا الوردي تم فسخ العقد معاه وتوجيه الشكر ليه، سامسون اكينولا شفناه امبارح مش بالشكل المقبول لجمهور نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري من بعد العوده من المونديال وهو شبه غايب فنيا تماما عن نادي الزمالك، فاجانب نادي الزمالك مش عاملين الفارق على عكس اجانب النادي الاهلي واللي كمان بيدعم صفوفه بلعيبه تحت السن. محترف تحت السن ده عنوان مهم جدا لكل الانديه اللي عايزه تصنع الفارق لنفسها في الموسم ده. لو قلنا ان 2-1 كانت كلمه السر امبارح، الزمالك يعني نقدر نقول تماسيح أسوان قدروا يوقفوا قطار الزمالك كده في يوم 2-1 بنتيجة 2-1 صحيح. ف2-1 ما كانش وشها حلو على الزمالك امبارح. شوفي هو مش هنقدر نربط القصة دي قوي، ولكن هو في بعض الأسباب الفنية اللي كانت بتسبب خسارة بتاعت نادي الزمالك بالأمس. أول مباراة بياخدها نادي الزمالك الموسم ده في التوقيت العصر أو في مش على الأضواء الكاشفة ومش متعود على الأجواء الليلية اللي متعود يلعب عليه. نقطة تانية إن أنت بتبعدي عن استادات القاهرة والسلام وبتروسبورت اللي أنت متعود تلعبي فيها والدفاع الجوي بتلعبي فيها في القاهرة، وبتلعبي بأسوان أعتقد من فترة كبيرة نادي الزمالك ما سافرش للعب في أسوان. نقطة ثالثة مهمة جدا وهي فكرة إن أنا بقع في أخطاء متكررة. نادي الزمالك الأهداف اللي سكنت فيه هذا الموسم معظمها إن لم يكن كلها خمسة تقريبا من ستة من كرات ثابتة، إن أنا يخش فيها هدفين بالأمس من كرات ثابتة فديت نقطة يتحملها طبعا خط الدفاع بالتأكيد والجهاز الفني اللي كان لازم يعاني أو يعالج المشكلة ديت عشان ما يعانيش منها في الفترة اللي جاية. أنا النهاردة كل كرة ثابتة على نادي الزمالك لما تبقى بتمثل خطورة ضربة ركنية أو فاول يبقى في أزمة الفريق كبير إن هو بيفقد نقاط بسبب عدم التمركز في الكرات الثابتة. يمكن يكون غياب الونش مأثر لأن الونش كان بيمثل ثقل دفاعي وثقل كويس جدا في المنطقة ديت، إن هو بينظف منطقة الدفاع اللي عنده في أي كرات ثابتة، ولكن الدفاع اللي موجود في نادي الزمالك كان وجب عليه إن هو زي ما قلنا يعالج الأخطاء دي. أيمن الرمادي مدير فني كفء جدا مع نادي أسوان. عايز أقف عند النقطة دي، ثالث انتصار ورا بعض طبعا. أيمن الرمادي استلم الفريق بعد كابتن ربيع ياسين بشكل كان مختلف صحيح. الأداء في الأول كان باهت جدا، يمكن أول مباراتين ثلاث هزايم أظن، ولكن الوضع اختلف في آخر ثلاث مباريات وبشد صحيح. وكابتن أيمن الرمادي عمل انتفاضة، هو بدأ طبعا قيادته للفريق مع فيوتشر كانت خسارة بس ما نقدرش نلوم عليها، كانت أول مباراة، ولكن بعد كده قدر يعالج المشاكل ويحقق اعتقد 4 انتصارات ويحقق 12 نقطه رفعت شكل الفريق ورفعت مستواه في وجدول ترتيب سابع دوري بقى سابع الدوري بعد ما كان الاخير، دي حقيقه. فاعتقد الكابتن ايمن رمادي يحسب ليه الموضوع ده، وبرده يجب ان احنا نشكر على كابتن هيثم عرابي اللي مدير الرياضي السابق لاسوان اللي قدر يعمل التوليفه ديت. نادي الزمالك ما حسبش حساباته كويس، نادي الزمالك ما نقدرش نقول استهان بالخصم، ولكن ما قدرش الخصم وما قدرش ظروف المباراه. دي اول هزيمه له في الدوري المره دي، مش مختلفين معاكي بس لازم ان انا اكون عارف حساباتي كويس قوي، ان مش سهل ان انا اخسر 3 نقاط امام فريق اسوان، مش فرقه من فرق اللي بتنافس على قمه جدول الدوري، فهتاثر عليا في الماتشات اللي جايه، واصبح ما بقاش في رفاهيه لنادي الزمالك ان هو يفقد نقاط في المباريات اللي جايه من هنا لحد الكلاسيكو اللي احنا قلنا عليها يوم 21 يناير. يعني الزمالك عنده الداخليه ثم الاتحاد السكندري، مواجهتين صعبتين، الداخليه
بيعاني من برضه فقدان نقاط وترتيبه متاخر في جدول الدوري، والاتحاد السكندري عامل موسم جيد غير مباراه بيراميدز اللي هتبقى في كاس مصر في نصف النهائي، فثلاث مواجهات صعبين جدا للزمالك. مستني كمان اللي هيحصل النهارده مباراه فيوتشر، دي حقيقه وفيوتشر وسمع في يعني زي ما كان المونديال مونديال المفاجات وكان في فرق او في منتخبات ما صدقناش ان هي تعمل هذه المفاجات، السعوديه تغلب الارجنتين صحيح. هل برضو احنا قدام موسم استثنائي في الدوري المصري المتزل ده بنكرر هذه النسخه؟ يعني بنشوف اسوان، بنشوف غزل المحله، بنشوف اتحاد السكندري. ايه بقى؟ شوف، هو تقارب المستويات في الدوري المصري دي حقيقه لازم نعترف بيها، بقى سهل جدا ان انت تشوف ماتش الاهلي والزمالك قدام اي فريق والاهلي والزمالك بيفقدوا نقاط، وده شفناه في ال11 جوله اللي فاتت. وكمان كان تصريح جميل جدا من تاكيز جونياس المدير الفني لبيراميدز بالامس، كان احد الصحفيين بيساله على فقدان النقاط وكده، قال له احنا لسه في الجوله ال11 اللي يتكلم عن شكل المنافسه صعب قوي ولسه الموسم طويل، لان فعلا في فرق كتير هتخسر. وبما اننا ذكرنا بقى تاكيز جونياس، بنقول بقى من خلال يعني حضراتكم يعني خبر كده انه خلاص على اعتاب الرحيل خلاص من نادي بيراميدز في خلال ربما ساعات قليله او ايام. تاكيز جونياس هيرحل عن بيراميدز وهيكون في بديل لقياده الفريق الفتره اللي جايه، لان الاداره هناك مش شايفه ان النتائج اللي اتحققت ديت تليق بالفريق. الموسم هيكون موسم استثنائي، متفق معاك، هيكون فيه اكتر من مفاجاه، ولكن ممكن تتضح الصوره اكتر واكتر بقى مع انتصاف الجدول ومع نهايه الدور الاول. يعني نتكلم في نص فبراير اللي جاي هنشوف المشهد بشكل اكتر واكتر، وهيبدا حساب النقطه والثلاث نقط، وكل فريق متحفظ جدا في المباراه، فهتبدا تظهر ملامح شكل الدوري سواء في القمه او في الوسط او في القاع. موسم الانتقالات الشتويه اعتقد ان هو مش ساخن عند الزمالك، دي حقيقة. مفيش فكر في التدعيم في هذه في هذا التوقيت حتى قبل مباراه امس. برافو عليك على السؤال ده يا منى. مباراه امس ربما تكون حركه الماء الراكد في اداره نادي الزمالك، سواء على مستوى مجلس الاداره او اداره فريق الكوره والمشرف العام على الكوره امير مرتضى، فكره ملف الصفقات. لان انا فعلا نادي الزمالك محتاج دعم، مش علشان الدوري ومش عشان خساره اسوان، ولكن فعلا شكل الفريق في المباريات الاخيره، حتى المباريات اللي حقق فيها الفوز، حتى المباريات اللي عمل فيها رومنتادا، مش ده اللي بيرضي جمهور نادي الزمالك. وهم عارفين برضو حساباتهم، مش حسابات الدوري بس، حسابات افريقيا، وان احنا عايزين نكمل في ابعد نقطه في افريقيا. صحيح. فاتخيل ان هيبقى في تحريك للماء الراكد زي ما قلنا في صفقات نادي الزمالك، وتحديدا مركز قلب الدفاع عشان زي ما قلنا المشاكل اللي حصلت دفاعيا في الفتره الاخيره، وراس الحربه، ان واضح ان فريرا مش مقتنع لا بسامسون اكينولا ولا بسيف الجزيري، حتى يوسف حسن اللي كان بيديله فترات تعرض لاصابه مؤخرا. فاتخيل ان المركز ده ممكن يكون من المراكز اللي هيدعمها نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. هنا الزمالك ربما تحدثنا يعني هو اخطا في ايه، لكن ما قلناش نادي اسوان تفوق في كيف تفوقت التماسيح الاسواني، ما هي نقاط القوه اللي لعبوا عليه، استغلوا ايه؟ ممتاز جدا. هم طبعا استغلوا الظروف اللي عندهم كلها بشكل كامل، فكره اللعب في الاجواء ارضهم وملعبهم وجمهورهم بالظبط، والملعب اللي متعودين عليه، بجانب ثبات التشكيل. تقريبا المباراه ديت هي نفس تشكيل المباراه اللي قبلها، فيش غير محمد ناجي جدو بدل من محمد حمدي زكي، فالقوام بتاع ايمن الرمادي كله حافظ بعضه وعارف بعضه، في عناصر خبره اعتمد عليها سواء عماد فتحي، علي فتحي، ديلسون كاماني، ده من اللعيبه كاموني من اللعيبه الجيده جدا، المهاجم الانجولي اللي سجل الهدف الثاني بالامس، عنصر من العناصر المميزه، احمد بالحاج واحد من ابرز اللعيبه اللي عملت اسيستات او اللي عملت صناعه فرص في الدوري المصري بشكل عام، وهو في فريق اسوان لاعب اضافه جيده جدا. اتخيل ان ايمن الرمادي قدر ان هو يكسب كمان منطقه وسط الملعب ومنطقه الاستحواذ، ظهر بشكل جيد بالامس وتحديدا في الشوط الاول، خطفوا الزمالك الهدف طبعا، الخطا اللي سجله محمد عبد الغني في مرماه، ثم بعد كده كانت في اكتر من فرصه وفي كره جت في القائم. اسوان قدر ان هو يباغت الزمالك وقدر ان هو يستغل نقاط القوه بتاعته، وكمان ان هو يقضي على خطوره نادي الزمالك الاساسيه المتمثله في زيزو، والتركيز على ان هو يمنع وصول الكره لزيزو، سواء لما كان لعب فتره جناح ايمن او لما تبدل الروتيشن بينه وبين شيكابالا في المباراه بالامس، لان دي فريرا دايما بيعملها الجناحين زيزو اي كان لاعب بيعمل عمليه التبديل بين عشان يعمل خلخله دفاعيه، ولكن اسوان قدر ان هو يقضي على خطوره زيزو في الجانب ده او في الجانب ده، فقدر ان هو يحصل على مبتغاه طبعا، وكان فوز غالي جدا ليهم، بنبارك لهم طبعا. ونتمنى دايما الانديه الجماهيريه اسوان، المحله، الاتحاد المصري، انها تكون في مراكز متقدمه في الدوري المصري. طب انا عندي دقيقتين هسال فيهم سؤالين وهناخد فيهم الاجابه في كلمتين. حلو. اول حاجه، فيوتشر النهارده هيعمل ايه؟ فيوتشر وسموحه مباراه صعبه جدا، ولكن طموحات ودوافع فيوتشر ان هو يرتقي للمركز الثاني في حاله تحقيق الفوز، اعتقد انها ممكن تدفعه للفوز دوت،
ايضا كابتن طارق العاشي على المحك ومصيره على المحك في سموحه، فهيكون مباراه تكتيكيه من جانب الاثنين مدربين فنيين كابتن علي ماهر وكابتن طارق العاشي، ومباراه صعبه جدا في الملعب شايفها خارج التوقعات، بس تميل قليلا لفيوتشر ان هو ممكن يحصل على الفوز. المصري والداخليه كابتن حسام حسن اعاد استخدام اوراقه تاني او اعاد توزيعها؟ طبعا هو كابتن حسام حسن ما نقدرش كنا نحاسبه في اول مباراه يلعبها او في اول مباراتين، امبارح قدر يحقق الفوز على الداخليه بهدف مروان حمدي، فوز مهم جدا لفريق المصري، وزي ما قلنا عنده ترتيب بقى للمباراه بعد القادمه امام النادي الاهلي. كابتن حسام دايما حاطط المواجهات الكبيره بتبقى دايما محط انظار عنده، فاتخيل ان النادي المصري هنبدا نشوف تحسن في النتائج الفتره الجايه تحت قياده كابتن حسام حسن. صحيح، على اي حال اتكلمنا عالميا ومحليا، يعني عملنا جوله سريعه. بنشكرك الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي على تحليلك لكل هذه الحلقه. انا بشكركم، شكرا جزيلا، وسعيد ان انا كنت في ضيفكم النهارده. شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات. اهلا بمشاهدينا من جديد. اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير عن لقاح الانفلونزا الجديد اللي هيكون بديل للحقن. الجرعه هتكون عباره عن رذاذ بيترش في الانف. خلينا نعرف التفاصيل اكتر من الدكتور اشرف عقبه استاذ المناعه بطب عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. يعني انفراجه هتيسر على ناس كتير قوي فكره ان هو يبقى مجرد رذاذ في الانف. فعلا هو يعني وسائل تعاطي اللقاح الحقيقه بدات تتغير، وبدا يبقى في يعني وسائل لتعاطي اللقاحات غير تقليديه. فاحنا بنعرف مثلا اللقاحات اللي بتتاخد عن طريق الحقن العضل او حقن تحت الجلد، لكن كمان استخدام اللقاح عن طريق رذاذ بالانف ده يعني فرصه كويسه، لانه بنقدر نكرره باكثر من مره، وفي نفس الوقت ما هياش وسيلة موجعة لبعض المرضى، إلى جانب كمان إن هو بيحفز النظام المناعي الموضعي في الجهاز التنفسي. يعني استخدام اللقاح عن طريق الرذاذ ده بينشط إفراز نوع من الأجسام المضادة اسمها الـ IgA، اللي هي الأجسام المضادة المخاطية اللي هي موجودة في الأغشية المخاطية، وبالتالي ده بيساعد على إن هو يمنع دخول الفيروس من البوابات الرئيسيه اللي هي في الجهاز التنفسي. طب واللي قبليه كان عامل ازاي؟ احنا كنا بناخد اللقاح بالحقن. تمام. هل كان بيشتغل على يعني حضرتك بتقول ان هو البوابه الرئيسيه هنا في الانف، فاحنا بناخد النقط علشان تمنع، قبليه ما كانش من هنا، ما كانتش دي البوابه. تمام. هو في تواصل بين النظام المناعي داخل جسم الانسان، وبالتالي لما بيتاخد عن طريق الحقن هنا بتبدا الخلايا المناعيه تتعرف عليه وتبدا تفرز الاجسام المضاده، سواء عن طريق الحقن اللي تحت الجلد او حتى الحقن اللي هي بالعضل. لكن استخدامه عن طريق الرذاذ هنا بيدي كمان فرصه الى تنشيط زي ما قلت الاجسام المناعيه المخاطيه اللي هي موجوده في الجهاز التنفسي. برضو الحقن اللي كنا بناخدها قبل كده كانت بتعمل نفس العمل، بس مش بالاسلوب مكثف زي اللي بيحصل مع استخدام الرذاذ. طيب بس فكره ان احنا بنقول ان الماده الفعاله قد تكون بتختلف، او احنا نفسيا ما بنبقاش عارفين لو احنا ادينا طفل الرذاذ هل يقدر يستنشقه كويس ولا لا، هل بنبقى مش عارفين كده، هل متخيلين ان هو هيبقى بنفس الفعاليه وبنفس الجوده وبنفس الماده الفعاله زي ما حضرتك بتقول، ولا هتكون مختلفه والجسم بتاع الاطفال هيبقى اسهل في التقبل مثلا؟ طيب الاول عايزين نفكر الناس بس بانه اللقاحات بتتاخد من اكتر من وسيله. فمثلا لقاح شلل الاطفال بيتاخد عن طريق نقط تعطى للاطفال بالفم. صحيح صحيح. وبالتالي هي برضو فعاله. وكمان اللقاحات زي كورونا اللي احنا خدناها مثلا في الفتره الاخيره كنا بناخدها عن طريق الحقن. فاستخدام يعني مدخل تاني للقاح هو ده اللي فيه نوع من التنوع شويه. بالمناسبه احنا لو بنتكلم على اللقاح اللي بيتاخد عن طريق الرذاذ وبالذات بالنسبه للانفلونزا، فاحنا عندنا لقاح قديم شويه ولقاح حديث. يعني في لقاح بيستخدم عن طريق الرذاذ، وده بيستخدم الفيروس بتاع الانفلونزا بس مضاعف،
إنما دلوقتي كمان في الحقيقة دراسات علشان يتعمل لقاح من الميسنجر RNA أو RNA الرسول. يمكن الناس دلوقتي بدأت تعرف كلمة RNA وسمعتها كتير، لأنه مثلا اللقاحات بتاعت فايزر وبتاعت موديرنا كان بيستخدم التكنولوجيا بتاعت الهندسة الوراثية اللي هي فيها الميسنجر RNA. هنا احنا اللقاح الأول اللي بيتاخد عن طريق الرذاذ ده كان بياخد الفيروس مضاعف، مضاعف يعني بنضعفه، وبالتالي بنديه عن طريق الرذاذ من خلال الأنف، ويبدأ ان هو ينشط الجهاز المناعي وكمان يبدأ ينشط زي ما قلت الأجسام المضادة المخاطية. لكن المسنجر RNA دي فكرة جديدة خالص، أو هي حديثة دلوقتي وبدأنا فعلا نتكلم عليها، وخاصة من بعد كورونا بدأت تظهر وتبقى واحدة من الوسائل اللي بنستخدمها في اللقاحات بشكل يعني مكثف شوية. الفكرة هنا إن احنا مش بنستخدم أجزاء من الفيروس خالص، وبالتالي الفيروس اللقاح ده مش بيبقى معدي. يعني اللقاح بيبقى عبارة عن تركيبة بناخدها من الفيروس، والتركيبة دي بنخلقها في المعامل ونطلع اللي هو الـ RNA الرسول اللي هو بياخد جزء من تركيب الفيروس الرئيسي، وبعد كده نديه عن طريق الحقن، فتبدأ أجسامنا هي اللي تكون أجزاء من الفيروس غير معدية. يبقى اللقاح اللي احنا خدناه ما فيهوش أي عدوى. أجسامنا هي اللي بتكون أجزاء من تركيب الفيروس غير معدية بالنسبة لنا، وبالتالي يبدأ الجهاز المناعي يشوفها على أن دي حاجة غريبة، فيبدأ يعمل لها أجسام مضادة. وهي دي التكنولوجيا الحديثة. يمكن المسنجر RNA اللي بيتاخد عن طريق الرذاذ للإنفلونزا فاكسين اللي هو لقاح الإنفلونزا لازال لسه تحت التجارب، لكن هنا الفكرة الحقيقة بقت متقدمة قوي، لأنه زي ما احنا عارفين أنه فيروس الإنفلونزا بيحصل فيه تغيرات كل سنة، وعلشان كده احنا بنغير اللقاح بتاعنا كل سنة. صحيح. لكن اللقاحات اللي هي بتستخدم دلوقتي المسنجر RNA بياخد الجزء الثابت من فيروس الإنفلونزا بتغيراته المختلفة، وبالتالي يقدر ان هو يعمل لقاح يغطي اكتر من 20 او 30 نوع من سلالات الإنفلونزا اللي هي السائدة او المسببة الرئيسية للمرض. صحيح. طيب انا توقفت ربما عند جملة ان هو يعني بيستهدف البروتين النووي لفيروس الإنفلونزا، هل الفيروس ده ليه بروتين والبروتين ده نووي؟ يعني كيف يستهدف هذا اللقاح هذا البروتين النووي؟ طيب يبقى احنا كده بنتكلم على المسنجر RNA. تمام. اللي هو ال RNA المرسال، دي ترجمته بالعربي. عايزين نبسط شويه بس للمشاهدين، ما هي انا معلش هو الموضوع تمام. احنا الحقيقه من خلال الهندسه الوراثيه بناخد اجزاء من البروتين بتاع الفيروس ونعيد صناعته مره تانية بشكل بحيث ان احنا يبدا جسمنا هو اللي يكونه. تمام. علشان يحصل تكاثر للفيروس المفروض انه هذا الفيروس عباره عن احماض امينيه متكرره، بروتين يعني. تمام. فاحنا بناخد جزء من البروتين ده اللي هو الثابت، بنقتطع وبعدين نعمل الترجمه بتاعته اللي تخلي اجسامنا تكون بروتين زيه. وناخد الجزء اللي هو الشفرة اللي احنا بقول عليها، نعمل الشفرة اللي بتخلي أجسامنا تكون بروتين زي، ناخد الشفرة دي ونحقنها بالشكل ده، جسمنا يشوف الشفرة، بياخد المناعة زي ما بيقولوا، يشوف الشفرة ويكون نفس الجزء بتاع الفيروس. تمام. جوانا وانس انه جه هو بيقول له انا حائط صد هنا، لما يخش كده الجهاز المناعي يشوف ان ده بروتين غريب عن جسم الانسان اللي هو متعود عليه. تمام. فيبدا يعمل له اجسام مضاده. ما هو النظام المناعي بتاعنا الحقيقه ذكي جدا، اي حاجه غريبه بتخش اجسامنا وخاصه من التركيب البروتيني بيبدا يهاجمها. الاول بيهاجمها بشكل غير متخصص، يعني ايه؟ يعني اول ما يشوف حاجه غريبه يبدا خلايا اسمها الخلايا البلعميه تهجم عليه وعلى طول تبلعه.
الخلايا البلعامية دي في منها نوعين، نوع بيبلعه ويخلص عليه خالص، ونوع بيبلعه ويطلع منه جزء علشان خلايا تانية تبدأ تتعرف عليه. الخلايا التانية دي اللي هي الخلايا الليمفاوية، تبدأ الخلايا الليمفاوية تتعرف على البروتين الغريب ده وتكون له أجسام مضادة. احنا عندنا نوعين من الخلايا الليمفاوية، نوع بنسميه الخلايا ب، والنوع بنسميه الخلايا تي، تمام، او بي وتي. البي هي اللي بتعمل الاجسام المضاده، والتي هي دي المايسترو اللي بينشط البي، وفي نفس الوقت بيعمل نوع من المناعه بنسميها المناعه الخلويه. ايوه، وبناء عليه بيحصل هذا الامر، وبناء عليه يبدا جسمنا كده يكتسب مناعه ضد هذا البروتين الغريب. ايوه، فاول ما يشوفه مره تانية على طول يكون جاهز بوسائل الدفاع بتاعته. صحيح. سواء اجسام مضاده او خلايا تقدر تهاجم هذا الجسم الغريب. صحيح. يعني تبسيطا للكلام العلمي شديد الدقه كده، حضرتك تصلح لي لو انا بقول غلط، احنا البروتين ده اتعرفنا عليه، خدنا بطاقته او الشفره بتاعته او الكود بتاعه. أيوة. وهو جاي يعدي من بوابه، البوابه زمرت قالت له لا انت ما ينفعش تعدي وتدخل، احنا هنعمل اجسام مضاده. لا، هو الشفره دي احنا يعني ما يتم صناعته هو الشفره اللي بتعمل البروتين. هي دي اللي بتتحقن. تمام. الشفره دي غير معديه. هنطبق ده بقى في لقاح كورونا؟ هو موجود فعلا. يعني لا، هنطبقه بقى برذاذ في الانف. نقدر ولا لسه برضو هنفضل مكملين على نفس الطريقه؟ الحقيقه ان تكنولوجيا صناعه اللقاحات في تقدم سريع جدا، وطبعا الغرض منها هو الحصول على مناعه مستقره ودائمه وتحمي، وفي نفس الوقت ليها فعاليه. وعلشان كده الحقيقه احنا بنثق دايما في اللقاحات اللي تم تجربها. بالنسبه للقاح الانفلونزا ده حاليا هو في مراحل تجريبيه، اللي هو بيستخدم المسنجر ار ان اي على القوارض لحين المفروض يعني يتم تطبيقه امتى او ينزل السوق. بالظبط، احنا زي ما احنا عارفين انه دلوقتي كلنا بقينا عارفين انه اي صناعه دوائيه سواء في اللقاحات او الدواء بتاخد مراحل بنسميها مراحل ما قبل السريريه، اللي هي بيبقى فيها التجارب على حيوانات او على انسجه مش على اشخاص. لكن بعد كده بنعمل تجارب تانية بنسميها التجارب السريريه، بيبقى فيها التجارب على متطوعين، بتمر بمرحله اولى وثانيه وثالثه لغايه ما نتاكد من فاعليه وامان الدواء او اللقاح. تمام. وبعد كده نبدا نستخدمه علشان نقدر نستخدمه على مجال واسع. فكرة ان احنا بقينا شديدي الحساسية تجاه ادوار البرد، ما بنبقاش عارفين هي انفلونزا هي كورونا هي ايه، يعني احنا بقينا خايفين جدا من القصة دي، وبقينا بنبقى خايفين جدا على الرئة. احنا متخيلين ان الفترة اللي جاية ممكن نعمل ايه يساعدنا على حماية الرئة بالذات في الفترة القادمة، خصوصا ان احنا مش طول الوقت بنبقى قادرين نعمل التست بتاع كورونا، او حتى ساعات التست مش بيبقى اكيوريت قوي او مش بيبقى دقيق قوي. طيب، زي ما قلنا انه اعراض البرد والانفلونزا الحقيقه بيتسبب فيها مجموعه كبيره من الفيروسات. في عندنا الفيروس الراينو فيروس، ده فيروس بيعمل برد اللي هو الكومن كولد يعني، وفي فيروس اسمه ادينو فيروس، وفي فيروس اللي هو المخلاوي او التنفسي اللي احنا كان في كلام عليه في الفتره اللي فاتت، بالظبط، وفي الانفلونزا فيروس بانواعه كلها وكمان السلالات اللي تحتيه، وبعدين في كورونا فيروس وخاصة سلالة أوميكرون اللي بتعمل أعراض شبه البرد والإنفلونزا. كل الفيروسات دي وغيرها ممكن إنها تتسبب في أعراض الجهاز التنفسي العلوي، اللي هو العطس والبرد والكحة الجافة وارتفاع درجة الحرارة. علشان نقدر نحمي نفسنا من الحكاية دي، إحنا عندنا وسائل بنسميها وسائل عامة ووسائل متخصصة. عامة يعني لازم إن أغسل إيدي بعد اي تواصل مع اسطح ممكن تكون ملوثه، كمان ان انا البس كمامه لو انا في مكان فيه زحمه وغير جيد التهويه، المفروض ان انا اعطس او اكح في منديل ورقي واتخلص منه علشان الاجراءات الوقائيه اللي اتكلمنا اللي كلنا فيها عارفينها دلوقتي طويله الفتره اللي فاتت. وبالمناسبه الاجراءات دي ما بقتش بسيطه، وبناء عليها بقت مهمه جدا. الحاجه الثانيه اللي هي الوسائل المتخصصه، معلش عشان وقت المكتب، المتخصصه ان انا اخد اللقاح علشان هو ده اللي بيديني الاجسام المضاده، وبناء عليه هو ده الحل يعني.
الاثنين مع بعض. صحيح صحيح. على اي حال احنا بنشكرك دكتور اشرف عقبه استاذ المناعه في كليه الطب جامعه عين شمس. معلش عذرا لضيق الوقت، احنا بس مضطرين نطلع للموجة السريعه. بشكرك فضلتك. شكرا جزيلا لفضلك. مشاهدينا خليني اعرفكم دلوقتي على باسم عمرو. باسم عمرو ده حلمه اتحقق بمشروع متكامل لورشة ميكانيكي آلات زراعية. خلينا نشوف كده مع بعض قال ايه لكاميرا صباح الخير وحكى حكايته ازاي. تعالوا مع بعض نشوف ونتابع. شغال في الشغلانه دي ادي لي النهارده حوالي بتاع 11 سنه. شغال ميكانيكي بتاع معدات الات زراعيه، مكن ميه ومواتير ميه ومولدات كهرباء والكلام ده. العدد الجديده يعني بقت اصبح بقت فيه دريلات، فيه الات تانية. يعني انا بشتغل مثلا بره، بشتغل في مكان ما فيهوش كهرباء، فالدريلات دلوقتي بقت شحن، في معدات كتير هي اللي خلتنا اجبرت ان انا اعمل كده. يعني دي كانت ميزه. يعني طبعا العدد كانت قليله معانا، ما كانش فيه نسب عدد كتيره، ما كانش فيه مثلا مفاتيح، ما كانش فيه مفكات الكهرباء والكلام ده كله. ده حاليا بقت متواجد، خدت مبلغ وسهل لي بقى العدد، بدات ان انا اشتري، بدات ان انا اجيب العده الجديده، بدات اجيبها يعني سهلت معايا. بدل ما بحل بقى بايديا خلاص بقت معايا دريلات، بدل ما اخد مولد معايا عند مكان عشان صاروخ واقطع حاجه ولا بتاع بقى في شحن. يعني الحاجات دي كلها دي سهلت معايا وقت وسرعه وكلام من ده كله. ده انا لو حبيت اتوسع واعمل حاجه تانية هلجا برضو للجهات المختصه واحاول ان انا يدوني فلوس تاني وابدا اكبر تاني. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك من أجل تعزيز مكانتها المتفردة كممر ملاحي مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وأيضا كأحد الروافد التي تدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع من أجل متابعة نشاط الهيئة. وقال متحدث الرئاسة إن الاجتماع استعرض مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية وجهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة البالغ طوله 40 كيلومترا، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لقناة السويس. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتكامل عملية إنتاج مراكب الصيد بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى محافظات الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، حيث اطلع سيادته على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء لهذه اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالا لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حاليا من موانٍ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذلك نظام التسجيل المسبق للشحنات. وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بكافة الموانئ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف من أجل أن تتوافر كافة السلع بالأسواق المحلية بما يسهم في حدوث توازن في الأسعار. أعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ ضربة صاروخية استهدفت ثكنات عسكرية روسية في ماكيفغا الواقعة شرق أوكرانيا، وقد أسفرت عن مقتل 63 جنديا روسيا. وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش دمر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية تابعة للجيش الروسي، وأشار إلى أنه يجرى حاليا تقييم كافة الخسائر في صفوف القوات الروسية.
يتواصل توافد الجماهير على ملعب سانتوس في البرازيل من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على أسطورة كرة القدم للراحل بيليه. كانت مراسم الجنازة المفتوحة قد بدأت منذ يوم أمس في ملعب ناديه الأشهر سانتوس، وقد شهد هذا الملعب تدفقا كبيرا وهائلا من كافة المشجعين الذين حضروا لتكريم ملك كرة القدم البرازيلي، وذلك بعد وفاته عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان. كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيو ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية من أوائل الذين قدموا تعازيهم في هذه الجنازة المفتوحة. هذا ومن المقرر أن يتم دفن الأسطورة بيليه اليوم في مقبرة بالقرب من هذا الملعب. نهاية موجز التاسعة، وهذه عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل. مصر بلدنا زي ما هي غنية بكنوزها وأثرها الفرعونية والإسلامية والقبطية، غنية أيضا برموزها اللي بيعتبروا أسماء بارزة، بيعتبروا قوتها الناعمة. عندنا أدباء، عندنا فنانين، عندنا رياضيين أثروا الحياة المصرية والعربية ومشهورين جدا في ربوع الإقليم كله. ولأن المصريين بيعتزوا برموزهم وبيهتموا بقوتهم الناعمة بما تركوه من تراث ومقتنيات شخصية، ولأن كل رحيل لرمز من هؤلاء الرموز بيتكرر عندنا السؤال ايه مصير المقتنيات اللي بيسيبوها وازاي هنحافظ عليها، ظهرت احدى الحملات اللي اطلقها كاتب صحفي بيعرف باسم وائل السمري. الاستاذ وائل السمري هو رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع وصاحب حمله اطلق عليها حمله لن يضيع. عمل الحمله دي ليه؟ عملها عشان يحمي مقتنيات هؤلاء الرموز، وبداها بالصدفه من اكتشافه أن مقتنيات الفنان العظيم سمير صبري كانت رايحة للروبابيكيا، وأطلق الحملة في موقع اليوم السابع ولاقت صدى كبير جدا عند عدد كبير جدا من كل المهتمين. كان أيضا في حملة عملها للفنان التشكيلي حسين بيكار، ولكن بدأت أيضا تدخل مع حملة لن يضيع اللي بدأها مع الفنان سمير صبري. خلينا نتكلم عن الحملة دي، مطلوب مننا نعمل ايه، نحافظ ازاي على هؤلاء الرموز، وازاي نجمع كل هذا الامر في بوتقه واحده. خلينا نرحب الاول بالاستاذ وائل السمري. اهلا بيك يا استاذ مصطفى، وسعيد بوجودي معاك وسعيد بكلامك الجميل ده عن الحمله. والله انت منورنا. اشكرك يا استاذ ميرسي حضرتك. وحمله لن يضيع ليها تاثير كبير جدا على السوشيال ميديا وعلى المواقع، ده بفضلكم والله، يعني بفضل الوعي الكبير اللي عند الاعلاميين المصريين اللي يعني يلتفوا حوالين الحمله دي واحاطوها بكل المحبه وبكل الاحتفاء. مقتنيات تروح للروبابيكيا ده حتى يعني هو يعني عايز اقول لك هي ما كانتش هتروح، هي راحت فعلا. يعني مقتنيات سمير صبري هي راحت للروبابيكيا وبعد كده اتباعت للتجار، لتجار الانتيكس والاوراق والكتب، والحمد لله انا جبتها، وده للاسف مصير يعني متكرر. خلينا نبدا عشان برضو المشاهد ما يمكن هو مش عارف برضو التفاصيل اللي عندنا بالظبط. الموضوع بدا ازاي؟ هو الموضوع في الحقيقه بدا بشغف عندي انا، انت عارف طبعا بحكم صداقتنا، شغف بكل ما هو له علاقه بالتاريخ المصري والثقافه المصريه والفن والفنون المصريه. فاللي انا يعني جالي طبعا من دراستي للاثار، انا اصلا خريج اثار قبل الصحافه، كنت شغال في الاثار وبحب الاثار ودارسها، فعندي هذا الشغف من زمان. فبدات طول الوقت مؤمن بفكره ان الصحافه لو ما قدمتش جديد هتنضب، يعني مش هيبقى في مخزون نجيب منه اي ماده تصلح للنشر. فبدات ادور بطرق غير اعتياديه عن الاشياء ذات القيمه، وللاسف زي ما لقيت ان زي ما الاشياء ذات القيمه دي موجوده في المتاحف وفي المكتبات،
موجودة برضو في بيوت الناس وموجودة في بتوع تجار الورق وتجار الكتب القديمة لقيت ده. فبدأت أعمل سلسلة موضوعات من هذا انطلاقا من هذا بالظبط. لو تفتكر مرة برضو كنا يعني كنت احتفيت بي لما خدت جائزة نقابة الصحفيين عن وكنت عامل موضوع عن زكريا أحمد وكنت ناشر صور ووثائق نادرة لي وخدت جائزة النقابة كان من نفس المصدر بالمناسبة. يعني هو نفس الموضوع بقالي سنين شغال عليه. الألم بقى متكرر جدا وبقينا كل يوم نشوف ده وللأسف بقينا نشوف ده مع رموز احنا بنحبها وبنخاف عليها وبنقدرها. من هنا كان لازم نقول لا لازم ده يقف. هذا النزيف لابد أن يتوقف. هذا العبث لابد أن ينتهي. طب من هنا ينفع أقطعك؟ طبعا. امتى هنا نقدر نقول دي حاجة الناس هم حرين فيها وامتى نقول لا دي حاجتنا كلنا ده 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 اللي حلتنا ده تراثنا ده قوتنا الناعمة دي مقتنيات تخص شخصية عامة ما ينفعش انها تروح بالمنظر ده. هو طول الوقت نقدر نقول ده حق الافراد وحق المجاميع. طول الوقت نقدر نقول ده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة في قانون الاثار المصري بيسمح بان يكون لاي شخص حائز اثار اشتراها من فترة أو ورثها أنه يحتفظ بيها ويكون أوكي. هذه الأثار في حوزته أوكي. يعني ما يروح ما يسلمهاش لمتحف بيسمح بده لكن بيبقى تحت إشراف الدولة أوكي. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا عندي مثلا رسم فرتيتي ورثها من جدي وأنا عايز أحتفظ بيها في بيتي القانون بيديني الحق أن أنا أعمل ده بس ما أقدرش أبيعها ولا أهربها ولا أهديها. يعني لا ما ينفعش أتصرف بيها بأي شكل من الأشكال. فلو احنا تعاملنا مع احنا للاسف كنت لسه بتكلم مع مصطفى قبل الحلقه احنا للاسف بنعتبر الاثار او بنعتبر التاريخ هو التاريخ القديم فقط لا. بنعتبر بس هو العصر الفرعوني هو الذي يجب ان نحتفي به طبعا الذي يجب ان نحتفي به. بنعتبر ان العصور الاسلاميه او القبطيه او اوائل القرن او العصر التركي او العثماني هو ده اللي احنا نقيمه. لا في القرن العشرين فيها طبعا بالزبط. طبعا ان القرن العشرين بالاضافه لقيمته وقيمه الرموز اللي فيه هو اقرب لنا واحب لنا احنا فاهمينه اكتر. يعني في كلمه استاذنا الصحفي الكبير جمال العاصي قالها لي تعليقا على الحمله دي قال لي انت اثبتت ان المصريين سلفيين قوي يعني مصر دي سلفيه بتحب رموزها بتحب الناس اللي اثروا فيها عندنا انتماء غير عادي لكل الناس اللي اثروا في وجداننا. فهذه الحمله على اعتبار ان دول السلف الصالح اللي احنا بالظبط هو يعني صحيح طبعا الجمله موضوحه. فاحنا فعلا احنا عندنا ده ورد الفعل اللي اعقب الحمله بياكد ان الخصيصه دي موجوده جوانا وان احنا شرسين جدا في الحفاظ على تاريخنا ومحبتنا ومتطرفين جدا في محبتنا ليه. صحيح. انت بدات بسمير صبري ودخلت شقته بالصدفه لان كان في حد صديقك كان هيأجر الشقه بتاعته وفوجئ ان افلامه وتكريماته وشهادات تقدير وميدالياته ومتعلقاته كلها بتعرض عند بائع الربابيكي. احكي لنا القصه دي عشان هي ربما بتوجع اي مصري قوي قوي. يعني تخيل قيمه زي يعني فنان عظيم بعد ما يموت حاجاته تروح يعني للروبابيكيا بالظبط. فانا عايز اقول لك هو الاول خيط في الحمله دي انا جبت لقيت فعلا حاجات سمير صبري عند احد التجار اللي اشتريها من واحد بتاع روبابيكيا فاشتريتها منه تمام بما فيها الدروع والصور وبعض القفشات القديمه. وعلى فترات بقت تظهر حاجات تانية فالراجل ده بقى عارف ان انا مهتم بهذا. ايوه يا استاذ وائل الو عندي حاجات استاذ علي بالظبط كده. فجمعت بينا شويه حاجات لما اطلقت نشرت الموضوع الاول وفي الحقيقه وسائل الاعلام كلها احتفت بيه بشكل جميل جدا. قررنا ان احنا نطور القصه وما نخليهاش عند سمير صبري بس فقررنا نطلق حمله لن يضيع للحفاظ على مقتنيات الرموز او الحفاظ على تراث الرموز. مش برضو انا مش عايز اخليها مقتنيات التراث كله لان التراث ربما يكون قطعه ورق قد كده طب. دي حاجه مهمه ربما يكون جواب كارت معايده ودي حاجه مهمه جدا جدا في التاريخ والبحث. بعد ما اطلقنا الحمله دي الراجل اللي اجر مكتب سمير صبري كلمني قال لي يا استاذ وائل انا شفت حضرتك في التلفزيون وشفت في اليوم السابع
كذا كذا كذا، انا لقيت المكتبه السينمائيه بتاعت سمير صبري وكل دولاب كبير جدا كده، لو تشوفوا في فيديوهات هتلاقي دولاب كبير. كانت متسابه في الشقه والشقه اتاجرت في الشقه والشقه. ايوه قبل كده فرغوا الشقه من كل اللي فيها واتباعت فرابيكي، كل الشقه اتفرغت. يعني بص الحاجات دي كنا بنسمعها زمان ما كناش بنبقى متخيلين. انا من كنا صوره الوعي بقى الناس كلها بقت عارفه، اي يعني الناس باختلاف مستوياتها التعليميه ومختلف درجات الوعي بقت عارفه قوي قيمه الحاجه وشكلها، حتى وان كانتش بتمثل لهم قيمه وجدانيه يعني هي عارفه قيمتها الماديه، يعني دي بتاعت حد مشهور فتتباع بفلوس كتير. فازاي تروح لتاجر روبابيكيا او لتاجر بتمن؟ مش كل الناس عندها الوعي ده، اولا مش كل الناس عندها الوعي ده، ثانيا احنا في اوقات كثيره جدا انا عايز برضه ابص بعين الرحمه ل والعذر لبعض الناس اللي بيورثوا الحاجات دي وهم مش شايفينها زي ما احنا شايفينها ذات قيمه بالظبط، لان هو عايشوا في وسطها فمش حاسين بيها مثلا، ولانه هو ممكن يكون هو شايف ان دي حاجات عاديه يعني مش 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 حاجات بالنسبه له. الورث فلوس ارض مش عارف ايه بالظبط، لكن مش افيش فيلم ولا درع انا اعمل بيه ايه؟ ده درع ايه؟ افيش فيلم ايه؟ مذكرات ايه؟ يعني شويه ورق. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا الايام دي امبارح والنهارده وان شاء الله مكمل الاسبوع ده بكتب حلقات عن الفنان العظيم حسين بيكار، تمام؟ وتراثه المتناثر، تمام؟ حسين بيكار برغم ان هو فنان عظيم وان هو حائز على جائزه النيل في اول اطلاق ليها وان هو كان عامل حاله وطنيه وصحفيه وفنيه مهوله وكان من اهم الفنانين اصحاب البصمه في العالم ومن اغلى الفنانين اللي بيتباعوا بره دلوقتي بارقام مئات الالاف من الدولارات، برغم كل ده لما توفى فضلت كل اوراقه الشخصيه ومتعلقاته موجوده مع زوجته، بعدين زوجته توفت في 2012 الله يرحمها. البيت بتاعه كله او كل المقتنيات اللي كانت موجوده قالت لبنك ناصر الاجتماعي لانه ما كانش مخلف والقانون بيمنح البنك ناصر الاجتماعي عرضه في مزاد ولا عمل ايه؟ وبتحدث في مزاد يا الله فعلا. ولولا رغم ده يعتبر تراث انساني زي ما بيقولوا ده بيكار، يعني اللي هو احنا ده مثلا تقدر تقول ده يعني لوحه بتتباع بره في قيمه عبد الحليم يعني مثلا في قيمه فريد الاطرش في قيمه ام كلثوم، ده بيكار. بيكار اللي هو صاحب اهم 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 بصمه في الفن التشكيلي. طب انا عايز اكلمك عن حاجه اسمها يعني ان صح التعبير عن الثقافه المتحفيه. صح. يعني احد القنوات الاخباريه العربيه بدون ذكر اسماء عندها متحف لشهدائها من المراسلين الصحفيين. دي نظاره المراسل الفلاني، دي خزته اللي اتقتل في العراق، دي مش عارف ايه، ودول حديث العهد. طب دول اشهر ولا عبد الحليم وعبد الوهاب وبيكار وسمير صبري هو ده اللي انا عايز اقوله. انت عايز تعمل ايه؟ هل عايز تحطهم في متحف؟ هل عايز تكرمهم؟ هل انت النهارده اقتنيت الحاجات دي وحطيتها عندك في اليوم السابع؟ نيكست. الخطوه اللي طبعا دي كان مهم جدا جدا ان احنا نفكر فيها من الاول. عشان كده انا تقدمت بمشروع الدكتوره نيفين كيلاني، كانت مهتمه برضو بالحمله اول ما طلعت وشملتها برعايه وزاره الثقافه، هذه الحمله تحت رعايه وزاره الثقافه المصريه. والخطوه الاولى، الخطوه الثانيه تقدمت ليها بمشروع لعمل مركز الوطني لتراث رموز مصر ومتحف الخالدين. هذه المقتنيات كلها اللي يصلح منها للعرض تتعرض في المتحف في هذا المتحف، واللي لا يصلح للعرض يبقى موجود في ارشيف او مخزن متحفي محترم موثق مؤرشف له صور ديجيتال محفوظه بشكل محترم يتيح ده للباحثين وللصحفيين وللمتابعين والمهتمين بشكل خاص بتراث مصر الثقافي. وعايز اقول لحضرتك برضو انا مش عامل المتحف ده عشان بس الفنانين، لان جمال حمدان لا يقل اهميه عن عبد الحليم حافظ طبعا مثلا. طب يلا نطلق الحمله سوا هنا من صباح يعني ارجوكم نداء لوزاره الثقافه ولوزاره الثقافه ان احنا محتاجين مكان بيضم مقتنيات رموز قوتنا الناعمه. طبعا احنا عندنا بقى عايزين ايه بقى؟ عايزين متحف يبقى مليان
نجيب محفوظ بالزبط. وجنبه بيكار وجنبه بالزبط. سمير صبري وجنبه ويوسف وهبي وأمينة رزق والحاجات الأيقونية بتاعت كل شخصية أنا الأوان إن احنا نعملها ونعرضها بشكل محترم. وإحنا عندنا يعني تطور كبير جدا في فكرة المتاحف وإزاي ابتدينا نتعامل مع شكل المتاحف. آه بنتعامل مع الأثار، يلا نتعامل بقى كمان مع الجزء الثقافي. هو ده في صلب الموضوع، لأن احنا خدي بالك حضرتك لو الآثار دي، الآثار اللي احنا حافظينها في المتاحف دي، يعني رجل ما أو امرأة ما قررت إن هذا الشيء له قيمة وقررت تحتفظ بيه ما كانش وصلت لنا. صحيح. يعني في رجل ما في العصر الإسلامي مثلا قرر إن هذا الكرسي، كرسي الناصر محمد المحفوظ في متحف الفن الإسلامي، قرر إن الكرسي ده له قيمة فخده فاحتفظ بيه من القرن السابع الهجري او الثامن الهجري، احتفظ بيه لحد ما وصلنا دلوقتي. فلو احنا ما قررناش دلوقتي عندنا هذا الوعي وقلنا لا هذه الاشياء لها قيمه وقررنا نحتفظ بيها دلوقتي، مش هنسيب حاجه للاجيال اللي جايه، ومش هنقدر نعرف نفسنا كويس، مش هنقدر نوثق لحياتنا كويس. انا بكلمك ده مش بس فكره ان احنا نوثق للفنانين او ان احنا نحتفظ بيهم، وليه ما يبقاش فيها كمان قصة زي ما بقولك لو اتكلمنا على الثقافة المتحفية. يعني انت بص كده على المتحف اللوفر، متحف المتروبوليتان، في حاجة اسمها الهولوجرام، في مؤثرات سمعية وبصرية، ده اللي بيتعمل بالمناسبة في متحف المصري الكبير. صح صح. يعني مثلا صح. انا رحت مكتبة اسكندرية كانوا عاملين قاعة لحسنين هيكل، هم مفتتحين مؤخرا. لما شفت نظارة الاستاذ انا قاري عدد كبير من كتبه طبعا، وشفت الصور اللي معلقها دي ده مكتبه اصلا، وشفت مقتنيات وكتبه، حاجه تانية خالص. انت طبعًا بتتعرف على جانب اخر من شخصيته. هو مكتبه اسكندريه في الحقيقه بتبذل جهد مشكور جدا في هذا المجال، حقيقي جدا، وهي عامله مش بس كده، انا اعرف ان عندها اكتر من 50 مجموعه من الكتاب والفنانين والباحثين المهمين جدا. لكن انا عايز اقول لك برضو طب ليه ما توجهش النداء ده زي ما وجهته لوزيره الثقافه دكتور نبيل الكنيه، ليه ما توجهوش ايضا للدكتور احمد زايد رئيس مكتبه اسكندريه؟ انا يعني انا احترم مكتبه اسكندريه كثيرا، واحترم الدكتور احمد بشكل كبير جدا جدا، هو استاذ كبير جدا واستاذنا يعني وعلمنا كلنا. لكن انا عايز اقول لك برضو برغم حبي واحترامي لمكتبه اسكندريه، مكتبه اسكندريه دلوقتي ما بقتش عندها الـ القدره انها تستوعب كل ده. ده حقيقه. وانا اعلم ان في كتير من الناس حاولوا يهدوا مقتنيات ابائهم او جدودهم وهم ما كانش عندهم مساحه، ما كانش عندهم البنيه التحتيه اللي تستوعب كل ده. فمكتبه اسكندريه بالظبط، مكتبه اسكندريه عندها بتعمل الموضوع. بالمناسبه مكتبه الكتب النادره في الجامعه الامريكيه برضو عندها نفس الشغف وبتجمع بعض الرموز. وعايز اقول لك المركز القومي للمسرح في مصر في بعض المقتنيات، المسرح القومي. طب ليه بقى لما يتلمش ده وتعمل متحف الخالدين زي ما قلت بالظبط كده؟ انا عايز اقول لك عشان اعمل موضوع بيكار ده اضطريت ان انا الف على المتحف على ما على على متحف الفن الحديث وعلى مكتبه الكتب النادره في الجامعه الامريكيه وعلى بعض المتعلقات اجمعها من قرايبه واصدقائه والحاجات اللي سابتها بنته، فاهمني؟ الالات اللي بيكار كان بيعزف عليها كلها كانت مرميه في الشقه، لو وريتك الصور هتزعل، مرميه بشكل. دلوقتي هي محفوظه في مكتبه الجامعه الامريكيه، مكتبه الكتب النادره اللي هي في التجمع محفوظه هناك. فكل هذا الشتات ما يعملش حاله، كل هذا الشتات ما يقدرش يعمل لك الثقافه المتحفيه اللي بتتكلم عليها دي. ليه؟ لان انا عايز اروح زي ما بنعمل المتحف المصري الكبير اللي هو اكبر واهم متحف في العالم. ليه؟ عشان يبقى عندك صوره كامله للحياه في مصر في العصر الفرعوني. صحيح. تمام؟ بمؤثرات سمعيه بصريه تواكب القرن 21 بالظبط. بتقول عايزين ده يحصل، نفس ده يحصل عشان يبقى عندك صوره كامله لمصر في القرن 20 والقرن 19. انا عايزه خطوه قبل اللي انتوا بتقولوه. اتفضلي. انا عايزه نشوف شكل او اليه تخلي الناس تقدر تقول احنا عندنا مقتنيات خدوها. صح. الاول. حلو. نعمل حمله اصلا نقول للناس اللي بيزيد عن حاجتكم ما ترموهوش وما تبعتوهوش لبتاع روابيكيا، احنا هناخده في المتحف ونشيله. وبعدها نشوف بقى عندنا ايه مقتنيات. طب انا هقول فجأة حضرتك بحاجه مهمه، احنا عملنا فعلا ده وعملنا حمله طرق ابواب ويعني واستطلعنا اراء كتير جدا من الفنانين الكبار اللي عايشين معانا دلوقتي زي نبيل عبيد، زي هاني شاكر، زي زي ناديه جدا ربنا يديهم الصحه، قالوا احنا نتمنى يبقى في مؤسسه تاخد الحاجات دي واحنا نتمنى. صحيح. ده رقم واحد. الكتير جدا من ابناء واحفاد الفنانين اتمنوا هذا الموضوع.
وعايز اقول لك الفنانين وادباء وكتاب ومحللين يعني انا كلمت ابناء صحفيين او زمايلنا، احنا برضو معانا فريق في اليوم السابع شغال، فريق محترم جدا جدا جدا، انا مش شغال لوحدي طبعا ولهم كل الشكر والتحيه. كلموا كل الفنانين على اتم استعداد، كل ابناء الفنانين على اتم استعداد، بس انا مش خايف من الناس دي، انا خايف من الجيل الثالث والرابع. يعني انت عايز تخصص قطعه ارض او مكان او فيلا قديمه تسميها متحف الخالدين؟ بالزبط. والله العظيم دي تدر يعني فلوس لخزينه الدوله في وقت احنا في يعني اعتقد ان السائح، وانا عايز اقول لك انا السائح الخليجي اللي بيجي اللي هو يعني اكثر ربما يعني اكثر سائح بلغه الارقام بيجي مصر محب، هو يعني طبعا المصر بيحترم الفراعنه وبيروح لهم وبتاع، لكن هو اعتقد يعني ان هو اكثر يعني لو تقول له مثلا هنا عبد الحليم غنى، هنا دي نظاره مش عارف ايه، هيجي وهيدفع فلوس وهيعمل، وهو محب كمان بصرف نظر اي حاجه. انا عايز اقول لك انا مش بس انا عايز اكسب الدوله كمان من الموضوع ده، انا عايز اكسب الناس نفسها. يعني لو انا ابني بعد ما انا اموت يديك الصحة المكتبة بتاعتي او الوثائق بتاعتي اللي انا المفروض هورثها، طبعا هبرع بيها الدوله قبل ما اموت، المفروض اورثها له. لا انا هذه المقتنيات زي طبعات الكتب لما دور النشر بتدي ده في المشروع اللي انا مقدمه لسياده الوزيره الدكتوره نيفين الكيلاني، مقدم لها مشروع ان الناس اللي هتساهم معانا في تكوين هذا المتحف لو حقق المتحف اي ربح مادي او اي استغلال تجاري، وانا عندي خطه لاستغلال التجاري للحاجات دي كلها خلال خدمات اعلاميه، من خلال افلام وثائقيه، من خلال التعاون مع دور النشر، من خلال التعاون مع المراكز الابحاث اللي جوه مصر واللي بره مصر، استغلال مادي مهم، عندي خطه لده، ياخدوا من نسبه من هذا الربح ان وجد. فانت كده كانك انت حاطط هذه المقتنيات في بنك وبتجيب لك الفوائد. الله. بصرف ريع بالظبط. الله عليك. خلاف ده اسهم، خلاف ده انت حافظها ليك وللتاريخ وحافظها للبلد وموثق رحله الفن في هذا البلد. مش هنختم بعد ختام استاذ، انا مش عارف اقول له ايه بصراحه، انا مستمتع هذا هو ختام جداً. يعني هذا هو ختام الفقره. بجد سعداء جدا بوجودك، شرفتنا ونورتنا، وسعداء بالحمله اللي اطلقتها. يعني احنا بنجدد الشكر للكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع وصاحب حمله لن يضيع. احنا بنجدد الندى وان شاء الله لن يضيع، واحنا بنضم صوتنا لصوتك في برنامج صباح الخير يا مصر، وبننادي دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بننادي دكتور أحمد زايد رئيس مكتب اسكندرية، بننادي كل الجهات اللي مهتمة فعلا بالتراث الإنساني، إن مصر فيها فنانين مهمين جدا، يعني دول قوتنا الناعمة. طبعا مصر فيها آثار فرعونية وإسلامية موجودة في متاحف، الناس بتروح لها تدفع فلوس عشان تشوفها، لكن الناس دي لما تعرف ان التراث الانساني اللي موجود في القرن العشرين اتحط في متحف وجمع كل رموز القوى الناعمه في متحف زي ما الاستاذ وائل بيسميه متحف الخالدين، اعتقد ان دي خطوه مهمه بتحتاج لرعايه، بتحتاج لجهود البرلمان، تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، بتحتاج لدعمكم كلكم، لان دي حاجه مصر كلها محتاجه. شكرا لك استاذ نور. شكرك يا استاذ مصطفى، نورتنا والله. الله يخليك. والله نورتنا، وسعيد جدا بهذا الالتفاف الجميل، ربنا يوفقنا يا رب. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مش هتأثر مهما كان.
أنا مش ضعيف، أنا مش غريب، أنا زي الناس. لما بسمع كلامك يجرحني بقول كمان أنا مش هفكر، مش هتأثر مهما كان. أنا مش خايف أتشاف، أنا مش آسف إن أنا كل مرة بنتابع احتفالية قدرون باختلاف نلاقي حاجة مختلفة، حاجة جديدة، حاجة بتنور كده قدامنا. بنلاقي موهبة حقيقية بنعرفها وبنتعرف عليها، بنلاقي طاقات عند ناس، وبنلاقي مجالات مختلفة كل اللي موجودين فيها عندهم قدرات إبداعية مختلفة، مواهب عندها أحلام كبيرة تقدر تعمل فرق في الرياضة، في التمثيل، في الغنى، في الأدب، في حاجات كتير جدا. النهاردة احنا معانا زياد إبراهيم عبد السلام من ذوي البصيرة، ابن محافظة البحيرة وبلدياتي، تألق وأبدع في الغنى خلال احتفالية قدرون باختلاف بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا زياد أنا فرحانة أنك موجود معانا، صباح الفل عليك. وأنا كمان أهلا وسهلا وصباح النور على حضرتك. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. طيب يعني أنت السنة اللي فاتت غنيت قدام الرئيس، والسنة دي ما شاء الله عليك صوتك وداك تاني الاحتفالية في قدرون باختلاف. الحمد لله. ازاي بتعملها دي؟ هو السنة اللي فاتت طبعا لما اختاروني ان انا اغني قدام فخامة الرئيس كانوا عاملين لي مفاجأة، الا وهي الموسيقار عمر خيرت، تمام؟ فهم اختاروني عشان انا كنت اول على مستوى الجمهورية، ده السنة اللي فاتت 2021. الله. السنة دي اختاروني عشان طلعت أول على مستوى العالم في مهرجان الموسيقى العربية. ما شاء الله. في مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغنى العربي. أنت مش راضي تسيب المركز الأول بتاعك ومش هتسيبه. طبعًا. أنت ملهم جدًا، يعني أنا سمعت صوتك في الاحتفالية من حتة تانية خالص. ربنا يكرمك، شكرًا. القادرون باختلاف بتضيف ايه؟ اكيد انت اكتر واحد لمست ان هي فيها رسائل كتير جدا وفيها دعم نفسي كبير جدا لقطاع مهم جدا من المصريين، بتعمل ايه؟ بص، هو القادرون باختلاف يعني خلتنا نحس بقيمتنا، يعني اي حد جواه موهبه بقت يعني حتى لو هو فقد الامل هي بترجع ليه الامل تاني. صحيح. يعني والله بترجع لينا احنا الامل. ربنا يكرمك. وطبعا لما احنا بنقف على اكبر مسارح مصر زينا زي يعني الفنانين العاديين او السوبر ستار يعني العاديين، يعني مثلا زي مسرح المناره، الحفله اقيمت في مركز المناره، تمام؟ فاحنا لما وقفنا على خشبه المسرح ده طبعا حسينا ان احنا زينا زي اي حد عادي، فده بالنسبه لي كمطرب ضافت لي كتير. اما بالنسبه بقى لينا عامه كقادرون باختلاف وذوي همم، هي ضافت لنا كتير جدا، وقوانين سياده الرئيس يعني حطها ومزايا كتير يعني ما كانتش يعني متاحة، ما كانتش قبل متاحه قبل كده وبقت موجوده، والشعب كمان اتعرف علينا اكتر حقيقي، يعني الشعب المصري. انا مثلا الاعلام سلط الضوء اكتر، ده حقيقي جدا طبعا حقيقي. انا عاوز اقول لك انا بمشي لوحدي مثلا في مواصلات، ممكن اروح المطار لوحدي عادي لو انا رايح شرم الشيخ مثلا او اي حته، بلاقي الناس متعاونه جدا جدا يعني والشعب بقى عنده يعني الحمد لله بقى عندنا ثقافه ان احنا ازاي نتعامل مع الاعاقه البصريه او الحركيه او ما الى ذلك يعني. طب احنا عايزين نسمع حاجه يا زياد. يا ريت نفضل نسال اسئله واحنا الكرواني مستغلناش وجودك. تحبوا تسمعوا قديم ولا جديد؟ اللي انت تحب تغنيه. طيب هنقول حاجه لام كلثوم. الله. ان شاء الله تعجبكم. كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني، تخضع لي وتجيني، طاع
طوعني يا عبدي طوعنا أنا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليك ما تحسبه بإيديك وتشوف جمالي عليك من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم. الله والله تسلم الله تسلم, تسلم والله تسلم شكرا صوت من السماء شكرا. قول لي يا زياد أنا حابب أتعرف معاك على الكواليس اللي أنت بتمر بيها علشان تجهز احتفالية قادرون باختلاف بتعمل إيه؟ هو طبعا بيبقى يعني مثلا أنا غنيت لحن جديد السنة دي فبيبقى طبعا إن احنا بنروح للاستوديو أنا عايز أقول لك الأستاذ هشام جمال قعد معانا كتير المخرج عشان نظبط اللحن ونتقن اللحن وكمان مخارج الألفاظ والإباليتي على المسرح الحركة يعني رجلك مش عارف تبقى مضمومة إيدك كده مش عارف كأني سوبر ستار عادي جدا فبيخلينا حط فينا إن إحنا نتعامل كأننا مطربين يحطك في فورمات المطرب اللي بيطلع على الستيج بيغني قدام الجمهور طبعا وهو ركز في أدق التفاصيل بحيث إن إحنا لما نبقى واقفين قدام الجمهور يعني مثلا لو حد من الإعاقة البصرية مثلا كأنه هو باصص للجمهور وعارف هم عاوزين إيه كويس فدي حاجة جميلة جدا يعني ده بعض من الكواليس بتاعت الحفلة انت عندك لغايه دلوقتي رصيد 2 قادرون باختلاف عندك النيه يبقوا اكتر انا نفسي اغني قدام سياده الرئيس كل يوم مش كل سنه ونفسي اغني في قادرون باختلاف 5 و6 و7 و8 الى ما لا نهايه طيب علشان نبقى موجودين وان شاء الله ربنا يديك الصحه وتقدر تعمل حاجات مختلفه يا اكيد رب. بتجهز حاجه مختلفه ان شاء الله هو أنا في مفاجآت إن شاء الله في الأيام الجاية يعني إحنا بنعمل حاجة بس فكر قبل ما تقول في مفاجآت علشان هنقوم قايلين لك غنينا جزء من المفاجآت عشان لا تبقى عامل يعني حسابك أهو من دلوقتي مش هنحرق لك مفاجآت يعني بص هو إحنا بنعمل حاجات جديدة يعني بتوزيع يناسب الشاب المصري اللي هو من جيلي أنا من جيل العشرينات مثلا ومن جيل اللي هو من 18 فما فوق بنعمل يعني موسيقى تناسب الشباب ولكن بكلام راقي وكلام كويس يعني مثلا ممكن عن طريق أغنية نقول لحد تعين أخوك مثلا من ذوي الهمم أو ممكن حلو فيها رسالة إنسانية يعني. رسالة إنسانية أو رسالة وطنية أو دينية وما إلى ذلك أنا أوي منشط أوي. برضو يعني مش مطرب بس طب ما سمعنا حاجة من اللي أنت قلتها في قادرون في اختلاف كده تبقى يعني بالحاجات اللي لمست قلوبنا من اللي والله انتوا بتقدموا مزيكا يا جماعه ملهمه بشكل عظيم يعني ربنا يكرمك شكرا طيب حاضر هقول اللحن اللي قلناه حاجه كده يوم تاني ونظره تانيه جايه تجرح فيا تاني ليه بيبصولي انا مش فاهم أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي في بالي وبإحساسي أنا ربي العالم
وانا مش هسيب فرصة لحد يكسرني ولا هتهزم وضعف قوي. لو وقع هقوم تاني الله يقدرني. انا عارف اني انا قوي لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان انا مش هتأثر مش هتأثر مهما كان. انا مش خايف اتشاف انا مش اسف ان انا مش اسف اني انا. الله عليك انت جايبها من جوه. يعني انت مسج ليه لا شكل مختلف. اكاديمية الفنون اخبارها ايه معاك؟ احلى حاجه حصلت لي في حياتي. في حاجه مختلفه انت بتعملها في الفتره دي؟ اكاديميه الفنون احلى حاجه حصلت لي في حياتي حرفيا، وخصوصا معهد الموسيقى العربيه. الله. معهد الموسيقى العربيه ما كانش بيفتح الباب للمكفوفين. اول سنه السنه دي الحمد لله، واول كفيف في الشرق الاوسط يلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربيه انا. ف يعني ايه ما بيفتحش الباب للمكفوفين واحنا عندنا عمار الشريعي؟ يعني اقول ايه ازاي يعني؟ ده كان اصلا قرار موجود. هو الوعي زاد ما شاء الله عند هم دكاترتنا، يعني عندهم وعي طبعا وكل حاجه، بس هم حسوا بينا السنه دي، وخصوصا رئيسه قسم الغناء في المعهد الدكتور ايمان حسني، هي اللي تبنت موهبتي وامنت بيا ودخلتني المعهد. وكانت واقفه بتطبطب عليا في الاختبارات تقول لي ما تخافش انت هنا انت موجود وهتبقى طالب زيك زي اي حد. يعني الدعم يعني بتفرق طبعا، خصوصا لما يبقى في موهبه وخصوصا لما يبقى في حاجه مختلفه. هم كانوا بيقبلوا يعني كانوا بيقبلونا في الكونسرفاتوار وفي التربيه الموسيقيه، بس الموسيقى العربيه لا لا، يعني موسيقتنا احنا هويتنا احنا، مش عايزين تدخلونا فيها ليه؟ فدخلونا طبعا قبلونا. يا زياد احنا فرحانين انك موجود النهارده. انا اللي فخور وسعداء بيك. انا اللي فرحان وفخور ان انا استمتعنا والله. ربنا يكرمك زياد ابراهيم المطرب الجميل، نورتنا وشرفتنا. بس نسمع حاجه لا لا انا هقول لك بقى احنا هنصبح على الناس وهنقول لهم صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر. احنا هنسيبكم مع زياد هو اللي هيختم باغنيه من عنده. صباح الخير عليكم. واغنيه فيها رساله، واغنيه فيها رساله زي الاغاني الجميله اللي انت قلتها اللي هي فعلا فعلا بتعدل من سلوكنا احنا كمصريين ان شاء الله. المايك معك يا زياد. يا ليلي 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 لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني. غيابك طال وبستنى وقلبك مال تتهنى، وان كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت مرعتني ما تبعت لي جواب ابعت